بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لما علمتنا إياه سبحانك أنك أنت العليم الحكيم برحب بكل طلابي وحبايبي ثالثة سنة في الجمهورية كلها النهاردة المحاضرة الأولى في مراجعة شهر ستة والناس قلقانة ما تقلقش خالص ما عادش عندنا غير النحو وغير النصوص النسرية قلنا النصوص الشعرية وقلنا البلاغة وقطعنا شوط طويل في الأدب في الشهرين اللي فاتوا هشتغل معاكم النهاردة النحو عشان أطمنكم وبعد كده هنقسم محاضرتين للنصوص النسرية عشان نشتغل المقال ونشتغل القصة القصيرة وفي المقال كمان هنتدرب على القراءة المتحررة لأن المقال ده نصوص نسرية وبرضه قراءة متحررة لأن القراءة المتحررة بتيجي قطعتين من المقال وبعد كده هديكم محاضرة قصة كل ده هيحصل في خلال ايام الناس كلها تكون مطمنه والناس كلها تكون مركزه لان ان شاء الله هنبدا مراجعات ليله الامتحان من يوم 3 7 او 4 7 هنبدا نذيع كل يوم محاضره وهقول لكم عدد المحاضرات والجدول اللي هنشتغل عليه ان شاء الله الامتحان التجريبي الاولاني قلت لك ان كان في افكار خارج اي نطاق وخارج الكتب ولكن دي كانت ضربه جامده للكتب الخارجيه الكتب الخارجية اللي ارهقت الطلبة السنة دي بالحاجات الصعبة المعقدة البعيدة كل البعد عن أفكار الامتحان. إنما الامتحان التجريبي اللي هيجي إن شاء الله يوم الخميس هتلاقي الموضوع أهدى بكتير جدا من الامتحان اللي فات وهتلاقي الأفكار قريبة وهتلاقي نفسك بتاخد وتدي في الامتحان الوقت ممكن ما يسعفكش يوم الخميس لأن أنت بتمتحن من البيت ولكن إن شاء الله الامتحان النهائي يكون طبيعي ويكون ان شاء الله في متناول كل الطلاب ولكن اهم فتره معانا المعسكر اللي هنبداه هخلص لك الاربع محاضرات بتوع سته كل محاضره او اتنين بينزلهم في خلال يومين تكون خلصتهم عشان تاخد نفسك وهبدا انزل امتحان الشهر في خلال اربع ايام يوم 25 6 هنزل لك امتحان شامل على الشهر على المراجعه كلها عشان تبدا تدرب نفسك ان شاء الله في الامتحانات الشامله بعد كده هنبدا مراجعات ليله الامتحان هحاول ليله الامتحان اللي انا الم لك كل الافكار واشوف لك القصه الناس اللي بتقول لي القصه هنعمل فيها ايه هقول لك هو قال فيها ايه بالظبط ولكن الكلام ده في مراجعات ليله الامتحان والتعبير الوظيفي وعلامات الترقيم والاختيارات هناخد ساعه كامله في ليله الامتحان نشوف انت تختار دي ازاي وايه الفرق بين الفصله والنقطه وعلامه الاستفهام كل ده هنقشه عاوز الناس تطمن خالص طبعا الفترة دي أنا كنت في محاضرات الأوفلاين أو المحاضرات بتاعة المحافظات، معظمكم تابعني ولكن ما تخافش عمري ما هسيب الطلبة بتاعة الأونلاين، أنتوا معايا من أول السنة فأنا أكيد لازم أفضل معاك لحد آخر يوم في السنة وأنا وعدتكم بالكلام ده، عشان كده هنبدأ نوقف كل المحاضرات الخارجية من يوم 25 أو 27 بالتحديد وهيبقى آخر محاضرات وهبدأ بقى أركز معاكم اخر 15 يوم دول من يوم 27 او 28 لحد يوم 10 و11/7 انا معاك هيبقوا حوالي 12 يوم او 13 يوم هنعمل فيهم محاضرات ليله الامتحان محاضرات ليله الامتحان هتكون من اربع لخمس محاضرات زي ما قلت لكم قبل كده عشان ما نطولش عليك يبقى المحاضره وقتها كبير بس عدد المحاضرات قليله عشان تقدر انت تركز وتقدر تذاكر وتلم كل حاجه وهنزل لك برده ملازم مراجعه ليله الامتحان بحيث ان انت تبقى مركز معايا في كل الشغل ان شاء الله. النهارده بقى هنشتغل مع النحو والنحو بقى كله بقى صوب الخطا، بقى يجيب اربع جمل في الامتحان وبقى يقول لك الجمله الصحيحه هي اه وانت بقى حضرتك تختار. طبعا الموضوع صعب، لا طبعا الموضوع سهل، بس لازم تبقى انت عارف القاعده، عشان كده لازم تبقى عارف ايه هي الجمله الصحيحه. هلملك كل الافكار الموجوده في بنك الاسئله وكل الافكار اللي احنا بنقولها في القوافل وبصورها في استديوهات وزاره الشباب والرياضه كل الافكار هبدا اشتغل معاك حالا من اول فكره نقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى معايا صوب الخطا في الجمل الاتيه ان الاستسلام لابد للضعفاء انا شايف ان ان ما فيهاش اي خطا وكلمه لابد للضعفاء ما فيهاش اي خطا بصوا لي كده على كلمه الاستسلام الاستسلام تحتيها همزه كله معايا انا عايز ماضي الاستسلام ماضي الاستسلام استسلم استسلم ده ست حروف لما اجيب لك اسم الماضي بتاعه سته او الماضي بتاعه خمسه يبقى ده مصدر سداسي ومصدر خماسي وطالما مصدر سداسي ومصدر خماسي يبقى همزته همزه وهمزة وصل وهمزه الوصل هي همزه تنطق ولا تكتب ما ينفعش تتكتب يبقى ما كانش ينفع يحط الهمزه على الاستسلام يبقى اما اجي لك صوب الخطا واجيب لك اربع جمل هتختار الجمله اللي ما همزه في الاستسلام صح لان ماضي الاستسلام كمان مره اكتب معايا لا النهارده انا عايز كراسه معاك عايز كراسه معاك وعاوز قلم عشان احنا تتعلم كل الجمل الصحيحه وكل القواعد عاوز كراسه معاك لو سمحت وقلم وعايز الناس مركزه معايا وهدوء بعد اذنكم كلمه الاستسلام لما تجيب الماضي بتاعها يبقى الماضي بتاعها ستة استسلامة ولو جيت جبت كلمة الماضي بتاعها خمسة يبقى الاسم اللي قدامي ده مصدر سداسي أو مصدر خماسي وطالما مصدر سداسي أو مصدر خماسي يبقى همزته همزة وصل وهمزة الوصل هي همزة تنطق ها ولا تكتب تعالى صوب الخطأ حضر قاضي أنا عايزك تركز معايا كلمة قاضي ده كلمة أخرها ياء أي كلمة أخرها ياء في اللغة العربية اه دي تسمى منقوص والمنقوص خدناه في الوحده الثانيه في محاضرات الشرح بيقول لك المنقوص اللي اخره ياء زي ايه؟ زي القاضي والساعي والداعي والشاكي والواعي ده اسمه المنقوص اذا جاء المنقوص نكره لا عايزك تفهم يعني ايه نكره كلمه نكره يعني ما فيهوش الف ولا ما وكانت النكره مرفوعه او مجروره يعني يجي فعل مرفوع يجي اسم مجرور لو جه كده لابد ان تحذف الياء يبقى تصويب الجمله حضر قاضي ولا حضر قاض ردوا عليا حضر قاض طب ليه قاضي يا مستر ليه اشيل الياء دي عشان قاضي دي منقوص وقلت لك ان المنقوص هو كلمه اخرها ياء ولكن اذا جاء نكره نكره يعني ما فيهوش الف ولا وكانت نكره مرفوعه او نكره مجروره تحذف ياءه تعالى كده نكتب مثال كمان كل الناس بتكتب معايا صوب الخطا التكاسل عن المشي مؤذي 2017 التكاسل عن المشي مؤذي طب ردوا عليا مؤذي اخرها ياء ايوه حط لي خط عليها يبقى هي كده منقوص وجاءت نكره والتكاسل عن المشي مؤذي نكره مرفوعه لانها خبر يبقى طالما جاء المنقوص نكره مرفوعه او نكره مجروره تحذف ياءه يبقى تصويب الجمله التكاسل عن المشي مؤذي ولا التكاسل عن المشي مؤذن مؤذن اللي يشيل الياء كان ياخد درجات السؤال كلها انت متخيل مفيش تعجيز في النحو الفرع الوحيد اللي هو مكبل فيه ومقيد الايدي هو فرع النحو كله بيجي من كتاب المدرسه ومن تدريبات كتاب المدرسه اللي بعد كل واحده ولكن صعوبه النحو اللي انت تشوف السؤال لاول مره فكره السؤال هي اللي بتخليك مش عارف تحل القاعده. يجيب لك ميز الجمله الصحيحه، التكاسل عن المشي مؤذيا، لا. طب التكاسل عن المشي مؤذي، اقول مؤذي ما ينفعش. طب اقول التكاسل عن المشي اه المؤذي، المؤذي ده المؤذي تنفع طالما فيها الف ولام هتسيب الياء. انما لو شلت الالف واللام هحذف الياء بس بشرط. ان تكون النكره مرفوعه او النكره ها مجروره طب لو النكره منصوبه لا مش هحذف الياء يعني جمله التكاسل عن المشي مؤذيا دي جمله صحيحه اه جمله صحيحه يبقى خلي بالك لو منصوبه ما الياء انما لو مرفوعه او مجروره احذف الياء لما يكون مرفوعه يبقى اقول التكاسل عن المشي مؤذن وليس مؤذي خلي بالك صوب الخطأ ألا أن أولياء الله أنا مش هكمل الجملة لأن أنا عرفت الغلط ألا أن صحصحوا لي بقى أنا عندي حاجة في الوحدة الثالثة خدناها اسمها مواضع كسر همزة إن إيه موضوع مواضع كسر همزة إن 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 تيجي مكسورة إن بتيجي مكسورة يبقى الهمزة تتكتب تحت يبقى ينفعش أقول ألا أن لا أنا لسه ما أقول لك إن بتكسر إمتى إنما تيجي مفتوحة ال... الهمزة تكتب فوق انما ان لما تيجي مكسوره الهمزه بتكتب تحت. متى تكسر همزه ان؟ تكسر همزه ان في مواضع كثيره منها اذا جاءت بعد الا الاستفتاحيه يبقى انتوا كده عرفتوا الغلط. اقول الا ان اولياء الله؟ لا ولا اقول الا ان اولياء الله؟ لا يبقى الا ان اولياء الله لان إيه؟ ان بتيجي مكسوره بعد الا الاستفتاحيه صح. تكسر همزه ان اذا جاءت بعد حيث رأيته حيث أنه ناجح جملة خاطئة رأيته حيث إنه ناجح صوب الخطأ يبقى على طول يبقى بتكسر بعد آلة الاستفتاحية وتكسر بعد حيث تكسر بعد القول بعد كلمة قال ويقول وقل زي ما اجي لك قال تعالى ان الذين كفروا ما ينفعش اقول ان الذين ليه عشان جاءت بعد القول لا. يجي يقول لك قال الشاعر إنما الحياة كفاح بس ما أقدرش أقول قال الشاعر إنما الحياة كفاح مش لازم القول أقول قال تعالى وقال الشاعر ما أجمل قول الله عز وجل ولكن جاب مرة في امتحان تجريبي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي مكسورة عشان جاءت بعد القول لا. يبقى بعد قولة هي. يبقى إن هنا مكسورة صح جمعوا معايا انا عايز كل الناس بتكتب وبتجمع معايا يبقى ان بتيجي مكسوره بعد قلة الاستفتاحيه والدليل اللي انا جايبها خطا اهي جايبها مفتوحه والهمزه مكتوبه فوق تكسر همزه ان بعد حيثه تكسر همزه ان بعد القول تكسر همزه ان بعد القسم والله ان الحريه لحق تالله ان الساعه لقادمه اصعب سؤال جابه في امتحان التجريبي السنه اللي فاتت ف... بيقول لهم سبب كسر همزه ان وجايب اختيارات طب ما تقول لنا الجملة يا مستر اكتبوا الجملة دي كلكم يلا والعصر إن الإنسان لفي خسر حد يعرف والعصر إن الإنسان إن مكسورة ليه ها حد جابها قسم القسم يا باشا مش لازم والله وبالله وتالله ما أجمل أن يكون المقسم به لفظ الجلالة الله بس انت ما بتحلفش بالله بس انت بتقولي والله وربنا والنعمة والمصحف طب ما هو العصر ده مقسم به وانت مش عارف ان العصر قسم في القران والتين والزيتون مش عارف ان ده قسم من اجمد الجمل اللي جابها في الامتحان الاسترشادي والعصر ان الانسان مكسورة عشان جاءت بعد القسم يبقى تكسر همزه ان في الحالات اللي انا قلت عليها تعالى كده صوب الخطا والله ان الحريه خلاص بقى ما انت فهمت بقى والله ان الحريه تالله انكم لطيبون تالله انكم لطيبون ألا أنكم أولياء الله ألا إنكم لأولياء الله حد يجمع لي مواضع كسر همزة إن تقصر همزة إن إذا جاءت بعد ألا الاستفتاحية تكسر همزة إن إذا جاءت بعد القسم والله وبالله وتالله وخلي بالكم في نموذج الاسترشاد بتاع الوزارة السنة اللي فاتت سنة كورونا السنة اللي فاتت راح قايل والعصر إن الإنسان وأنجب اختيارات طبعا كسرت همزه ان والدليل ان هي اتكتبت تحت الهمزه لانها جاءت بعد القسم والعصر ده كان قسم وتكسر همزه ان بعد حيث رايته حيث انه ناجح خطا 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 رايته حيث انه ناجح الهمزه مكتوبه تحت لانها بتكسر بعد حيث قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل ان مكسوره لانها جاءت بعد القول كلام جميل وكلام سهل وكلام زي الفل النحو مشكلتكم فيه نفسيه يعني ايه هم في الامتحان بيشتغلوا على كده كل ما يجيب السؤال فكرته جديده كل ما بتضيع الدرجه وكل ما تحس ان السؤال غريب بالنسبه لك وما بتفكرش فيه كل ما بتعرفش تتمكن من الاجابه وتجيب الدرجه النهائيه وده كارثه انا عايز كل الناس تركز لان انت ما عندك غير تصويب ميز الجمله الصحيحه يجيب ثلاث جمل فيهم خطا وجمله واحده بس هي اللي صح وانت تختار خلي بالك كل جمله انت بتتعلم فيها قاعده وكل جمله بتاخد فيها حته من الوحدات عشان كده دي معظم الافكار تعالى كده يا باشا صوب الخطا حرى الطالب ينجح اه تعالى لي بقى اول ما يقول لي حرى يبقى دخل في الوحده الثالثه بيتكلم في كده واخواتها اكتب لي كده يا باشا كاد وقرب واوشك وعسى وحرى وخلولقة لا تاني حد يكتب لي الستة تاني كاد وقرب وأوشك وعسى وحرى وخلولقة اكتبوا لي الست أدوات دول ست أفعال دول اسمهم إيه يا جماعة اسمهم كاد وأخواتها مالهم بقى كاد وأخواتها دول معهم حصانة في اللغة العربية كده وأخواتها بتعمل عمل كنا وأخواتها يعني رافعة ها ناصبة اسمها مرفوع وخبرها منصوب يعني ايه رافعه ناصبه؟ اه طب ما يبقى كده واخواتها يا مستر زي كان واخواتها بالظبط بس الفرق حاجه بسيطه ان كده واخواتها ما بتشتغلش غير بخبر جمله فعليه يعني عشان تخش ترفع لك وتنصب لك وتعمل لك اللي انت عاوزه وتقول لك انا من عينيا انا خدامه ليك لازم تجيب لها الخبر جمله فعليه عشان كده انا قلت حرط طالب ينجح لازم الخبر يبقى جمله فعليه طب ما انا شايف الجمله يا مستر حرى الطالب ينجح شايف كله تمام الطالب اسم حرة مرفوع بالضم صح وينجح الخبر والخبر هنا جمله فعليه في محل نصب لان حرى من اخوات من اخوات كدا وانا قلت كدا وقرب واوشك وعسى وحرى وخلولقه ورافعه ناصبه يعني بتعمل عمل كان واخواتها والخبر جمله فعليه طب ما كله تمام امال ايه المشكله في منهم بيحب ان في الخبر وفي منهم ما بيحبش ان يعني ايه يعني ممكن اقول حرى طالب ان ينجح وفي منهم ما بيحبش ان طب انا هسال سؤال قبل ما اشتغل اقول لك مين دي الحته اللي جات لكم في الامتحان التجريبي الاولاني يقول لك التجريد من اقترانها بان هو ده بقى الكلام في منهم بيحب ان وفي منهم ما بيحبش ان طب ايه يعني هقسمهم اتنين اتنين كاد وقرب ظروفها ايه مع ان يقل في خبرها ان يعني لو بيت الشعر بيت الشعر هو هيجيب ابيات شعر اه هيجيب ابيات شعر وانا هوريك ابيات شعر في المراجعات هوريك ابيات شعر دلوقتي لما اجيب بيت شعر بادئ بكذا وقربه واقول حكم الخبر بان حكم اقتران الخبر بان يقل يعني لو جمله كذا وقربا بيقل في خبرها ان وجود ان مش هتاثر معاك بس لازم تعرف الحكم يعني لو قلت كاد الطالب ينجح لما قلت كاد الطالب ينجح الخبر ينجح جمله فعليه طب لما قلت كاد الطالب ان ينجح برضو الخبر ان ينجح جمله فعليه يعني وجود ان لا يؤثر في نوع الخبر بس لازم تعرف مين فيهم اللي بيحب ان ومين فيهم اللي ما بيحبش ان يلا احنا كاتبين ست افعال علموا على كذا وقرب واكتب يقل في خبرها ان ما بتحبش ان طب او شكا أو وعسى يكثر في خبرها ان ده لازم في خبرها يبقى فيه ان لازم تحط ان في الخبر يبقى لو الجمله بدأ أو شكا او عسى لازم احط ان في الخبر الجمله الفعليه. طيب حرى وخلولقة يجب في خبرها ان ده دي كارثه مصيبه سودة انتوا كده عرفتوا الغلط. لو حرى وخلولقة بدأ بالجمله بيها لازم احط ان اما اقول حرى الطالب ينجح يبقى انتوا كده عرفتوا الغلط. يبقى تصويب الجمله اللي هختارها صحيحه حرى الطالب ان ينجح. طب ليه حطيت ان يا مستر؟ عشان حرى وخلولقة يجب اقتران خبرها بأن لازم خبرها يقترن بأن غير كده ما تنفعش أو شك وعسى ها يكثر طب كذا وقربة يقل أنا عايزكم تتعاملوا مع يكثر كأنه يجب يعني يكثر لازم تحطوا أن عاوزكم تتعاملوا مع كذا وقرب يقل انما اوشك وعسى يكثر اختار كلمه يكثر من الاختيارات لو بيسالني على الحكم ولو حط في جمله وجاب لك جمل من غير ان اوشك وعسى ما تاخدهاش يعني يكسر اتعاملوا معاها كانها يجب بالظبط يبقى انا عرفت ان كذا واخواتها كمان مره تاني كاد وقربا واوشك وعسى وحرى وخلولق انا معاك واحده واحده في النحو اهو دي اسمها كذا واخواتها رافعه ناصبه اسمها مرفوع وخبرها منصوب زيها زي كان واخواتها بس ما بتشتغلش غير بخبر جمله فعليه وفي منهم بيحب أن في الخبر وفي منهم ما بيحبش أن في الخبر طب اللي بيحب أن كذا وقرب ظروف فإيه مع أن يقل في خبرها أن طب أو شك وعسى يكثر في خبرها أن طب حرى وخلولقة دي مصيبة سودة ده يجب في خبرها أن طب يلا هحط جملة هحط جملة وانت تقولي بقى هحط جملة وانت تقولي بقى الوضع ايه اللي يعرف يحل الجملة ده يبقى عمدة أو شكل المعلم شقا طريقه الجملة رقم 8 الجملة دي فيها خطأين أو شكل المعلم شقا طريقه يلا حد يحللي الجملة دي انتوا بتكتبهم دي إف ظاهر قدامك وانت كمان بتكتب أو شكل المعلم شقا طريقه يلا يا باشا وروني هتحلوا ازاي هي او دي مش من اخوات كده اه يعني رافعة ناصبة اه بس لازم خبرها هيجي جملة فعلية اول حاجه الباشا ضحك عليا في الجمله ومش جايب لي خبر جمله فعليه يبقى المفروض اقول اوشك المعلمه ها يشق طريقه جدعانه يبقى لازم اول حاجه اجيب الخبر جمله فعليه لسه في خطا كمان لسه في خطا كمان هي اوشك وعسى ظروفه ايه مع ان حكمها ايه يكسر يا مستر في خبرها ان يبقى اقول اوشك المعلمه ها ها ان يشق طريقه يبقى انا خليت الخبر جملة فعلية وحطيت أنا كمان في الخبر كلام جميل وكلام زي الفل اظن كده عرفنا موضوع كده واخواتها وتعالوا لي بقى عشان معايا حاجة تانية خالص شرع الطلاب ان يؤدوا الواجب ايه موضوع شرع انت ما قلتناش على شرع دول صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندي افعال في اللغة العربية ملهاش لازمة يعني ايه ملهاش لازمة ما كانش لها وظيفة عندنا الافعال اللي ملهاش وظيفه دي افعال طماعه قوي قعدنا دايخين عشان نجيب لهم وظيفه مش لاقيين طب انتوا وظيفتكم ايه مش عارفين نجيب وظيفه طب قبل ما اقولك قصتهم ايه ما تيجي نكتب الافعال دي افتح قوس كده وكتب وعشان خاطري كل الناس مصحصحه معايا محاضره النحو مع محاضرتين النصوص النسريه هتعدي كتير جدا جدا في القراءه وفي النصوص النسريه وفي النحو الفروع اللي انت مقلق منها وانا قلت لك هتخلص الاربع محاضرات دول الموضوع معاك هيختلف كليا وجزئيا بس كل الناس تركز معايا ومش عايز نوم يلا عندي افعال مش لقيناها وظيفه دخنا في اللغه العربيه عشان نجيب وظيفه مش لاقينا الافعال دي هي ايه اسمها افعال الشروع يلا افتح قوس واكتب لي كده اخذ وبدا وطفق طفق طه في قاف أخذ وبدأ وطفق وشرع وجعل وهب وأنشأ أخذ وبدأ وطفق وشرع وهب وجعل وأنشأ دي اسمها أفعال الشروع طب نعمل لهم إيه يا جدعان مش لاقي لهم وظيفة فراحوا طلبوا مننا تعملوا إيه قال لك إحنا عايزين نشتغل شغل كده وأخواتها يعني أنتوا عايزين إيه قال لك لو جينا في الجمل نبقى رافعة ناصبة يعني انتوا عايزين ترفعوا الاسم وتنصبوا الخبر؟ اه يا مستر عايز ارفع الاسم وانصب الخبر، حاضر، خليناكوا رافعه ناصبه، بس الطمع بقى،, بقى ما هو كدا. البني ادم طماع، هو كده، البني ادم دايما 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 عاوز الاكتر، يعني انتوا دلوقتي هتعملوا ايه يا جماعه؟ احنا هنرفع وننصب، يعني زيكوا زي كده واخواتها؟ بالظبط زي كده واخواتها، حاضر، هنخليكوا ترفعوا وتنصبوا. قوم ايه بقى يا سيدي يطلبوا كمان طلب عايزين الخبر بتاعنا يبقى جملة فعلية يعني انتوا عايزين كمان الخبر جملة فعلية اه عايزين الخبر جملة فعلية ده انتوا كده بقى مش عايزين تعملوا العمل بتاع كذا واخواتها ده انتوا كده في حقد بقى ده انتوا عايزين العمل بتاع كده واخواتها ونفس الشرط كمان كده واخواتها رافعة ناصبة بشرط ان يأتي خبرها جملة فعلية وانتوا كمان عايزين, عايزين تبقوا افعال رافعة ناصبة بشرط ان خبر هيجي جملة فعلية حاضر حاضر هنخلي خبركم جملة فعلية شوف الطمع بقى والجشع بقى يومه قايلين لنا ايه بقى طب حكم الخبر بتاعنا بان ايه يقل ولا يكثر ولا يمتنع ده انتو سخفة قوي ده انتو ما عندكوش دم قوي ده انتو افعال غريبة يعني انتوا ما كانش عندكوا عمل وخليناكم بترفعوا وتنصبوا وكمان خبركم جمله فعليه وكمان عايزين حكم اقتران بانه لا انا اسف حكم اقتران الخبر بانه يمتنع انتوا ملكوش أن في الخبر عندنا شايفين عشان كده ده التجريد بقى دي مجرده من انا دي اللي انتوا كنتوا بتسالوني فيها في الامتحان التجريبي الاول هو يعني ايه تجريد الخبر مش عارف هو ده بقى الخبر هنا مجرد من ان فيهوش انا اصلا اه الحاجات الاسترشاديه اللي بتنزل يقول لك الخبر ما فيهوش ان افعال الشروع ما فيهاش ان انتوا كده عرفتوا الغلطه شرع الطلاب ان يؤدوا الواجب الغلط ان يبقى شرع الطلاب اقول ان يؤدوا الواجب ولا يؤدوا الواجب للاسف بقى دي فيها خطا إيه؟ اول حاجه بتشيل ان ما فيش ان في الخبر فالعيال الضعيفه تشيل ان وتسكت لا يؤدوا ده كان فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه حذف النون لما شيل ان لازم ارجع النون ويرجع تاني بثبوت النون مرفوع بثبوت النون، يبقى شرع الطلاب يؤدوا الواجب ولا يؤدون الواجب؟ يؤدون الواجب، الخبر جملة فعلية وشرع الطلاب الطلاب هنا اسم شرعة، اسم شرعة مرفوع بالضمة وجملة يؤدون الواجب ده جملة فعلية في محل نصب خبر شرعة، يبقى أنا كده اشتغلت أهو، رفعت لها ونصبت لها اللي هي عايزاه بس ان دي لازم تتشاء وطالما هشيل ان الناصبه ده يبقى رجع الفعل زي ما كان يبقى حط النون تاني يبقى اما يقول لي اختر الجمله او ميز الجمله الصحيحه اشتغل بقى في الشغل بتاعكم شرع الطلاب ان يؤدوا الواجب غلط طب شرع الطلاب ان يؤدون الواجب غلط مفيش ان خالص طب شرع الطلاب يؤدوا الواجب هو كده شال ان بس جايب الفعل غلط جايب الخبر غلط انما شرع الطلاب يؤدون الواجب هي دي الجمله الصحيحه هي دي الجمله الصحيحه طب يلا هشوف الجمله اللي جايه واشوف الرجال صوب الخطا شرع الطلاب شرع الطلاب متحدين اقتصاديا خلي بالك او شرع المصريون متحدين اقتصاديا خلي بالك الطلاب كلهم في مستوى واحد الطلاب في مدرسه داخليه فبقول شرع الطلاب متحدين اقتصاديا طب الخبر ده ينفع بالله عليك لازم الخبر ايه ها جمله فعليه فاقول شرع الطلاب ها يتحدون اقتصاديا طب ما اقولش ان يتحدوا ما ينفعش عشان شرع من افعال الشروع وافعال الشروع لازم لها لازم لها ان لا درافع ناصبه ويمتنع في خبرها ان مفيش ان خالص فيها يا جماعه ما ينفعش حد يقول لي افعال الشروع تاني شرع واخذ وبدا وطفق وهب وجعل وشرع وانشا قلناها شرع وبدا واخذ وطفق وهب وجعل وانشا دي اسمها افعال الشروع رافعه ناصبه رافعه ناصبه هتعمل عمل كده واخواتها وخبرها هيجي جمله فعليه بس بشرط يمتنع في خبرها ان مفيش ان ممتنع طيب الافعال دي شافت نفسها قوي يقول لك طب افرض يا جماعه افرضهم افعال الشروع قبل ما اسيبها افرض الخبر بتاعنا ما جاش جمله فعليه انتوا في منتهى الرخامه في منتهى السخافه انتوا لازم تشتغلوا بخبر جمله فعليه وانتوا اللي اخترتوا كده من البدايه انما لو الخبر بتاعكم ما جاش جمله فعليه انا اسف انتوا مش افعال الشروع تتعامل معاهم باهانه فعل وفعل ومفعول لا. يعني لازم خبرهم يجي جملة فعلية، بص 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 بدأ المعلمُ يشرح هنا المعلم اسم بدأ مرفوع بالضمة ويشرح هو الخبر هو الخبر الجملة الفعلية وطبعاً في محل نصب إنما لو قلت بدأ المعلم الشرح لا دي مش بدأ بتاعة الشروع أنا آسف المعلم هنا مش اسم بدأ المعلم هنا فعل مرفوع بالضمة ليه؟ لأن الخبر ما جاش جملة فعلية هم شافوا نفسهم ما هو البني ادم كده تدي له اكتر من حجمه تدي له اكتر من وضعه يطلب كمان هو كده هم كده هم عملوا كده بالظبط يبقى كمان مره تاني افعال الشروع رافعه ناصبه خبرها جمله فعليه بيمتنع في خبرها ان خلي بالكو عشان مهمه 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 في الامتحانات اقول لك ميز الجمله الصحيحه اوعى تختار لي أنا في الخبر طب حاجه كمان لو الخبر بتاعهم ما جاش جمله فعليه يبقى ده مش خبر جمله فعليه لا دي مش الشروع اصلا اتعامل معاهم فعل ماضي وفعل ومفعول بص 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 في واحده اسم بدا وواحده فاعل بدا المعلم يشرح وبدا المعلم الشرح حد يقول لي مين اللي اسم بدا ومين اللي فاعل الاولى اسم بدا طب الثانيه هتبقى فاعل لان الثانيه ما خبر جمله فعليه احنا وصلنا لحد الجمله رقم 10 لسه معايا افكار ياما ومعايا شغل كتير وانا جاي في الاربع محاضرات دول امتعكم عشان الناس اللي زعلانه في الاونلاين هطلع الفاصل الاول وهرجع لكم يلا بينا ورجعت لكم بعد الفاصل قلنا عشر افكار عالية جدا وعشر افكار جامدة جدا لسه عندي كتير عندي كتير خالص في النحو يلا تعال نشوف الجمله اللي جايه صوب الخطا انما المصريين احرار دخلت في حاجه تانية بقى دخلت في حاجه تانية بقى ان واخواتها يلا يا باشا اكتب معايا ان ان كان لكن ليت لعل ان ان كان لكن ليت لعل دي اخوات ان ناصبه ها رافعه ناصبه رافعه ده عكس كده وكان يا مستر ايوه اسمها منصوب وخبرها مرفوع بص كده ان الحياة كفاح اسم ان منصوب وخبر ان مرفوع كلام عظيم وكلام زي الفل انا شايف عظمة بتحصل ان ان كأن لكن ليت لعل ناصبة ها رافعة ناصبة رافعة كلام جميل وكلام زي الفل طب يلا طب ما هو انما المصريين احرار يا مستر المصريين منصوبه بالياء عشان جمع مذكر سالب اسم ان منصوب بالياء اهو عشان جمع مذكر سالم لا يا فندم دخل على ان حاجه اسمها ما الكفه ما الكفه دي بتلغي عملها انا دايما بقى مش عايز بقى الكلام اللي بيضايقك في تكف عمله مش عايز كده ما الكفه لما تدخل على ان واخواتها يعني يجي لك انما وانما وكانما والكلام ده ما الكفه تاخدها وتروح واللي بعدها يبقى مبتدا وخبر طب اما مال تاخد ان وتروح واللي بعدها مبتدا وخبر يبقى المصريين احرار بالله عليكم في جمله في جمله مبتدا وخبر اسمها المصريين احرار لا طبعا المصريون احرار المصريون مبتدا مرفوع بالواو واحرار خبر مرفوع بالضمه وان واخواتها ان مش شغاله لدخول مال كفه مال الكفة تدخل على ان واخواتها اجيب لكم بيت شعر بانما بكانما لكنما تقوم واخدها وماشيه وتعربوا اللي بعدها مبتدا وخبر وتختار الجمله الصحيحه يقول لي انما المصريين احرار غلط طب ان المصريون احرار غلط لان ان المفروض تنصب اللي بعدها طب ان المصريين احرار دي جمله صح انما في حال دخول ما الكفه تاخدها وتروح بقت الجمله مبتدا وخبر طب بالله عليك في مبتدا يبدا بالمصريين احرار لا يا مستر المصريون احرار هقول لك بقى حته وخلي بالك عشان عليا بيت شعر في بنك الاسئله هقول لك حال ما الكفه بتدخل على ان واخواتها بتاذيها تاخدها وتروح ولا عدد ان ناصبه ولا عدد ان رافعه كلام محترم بس ما الكفة يا جدعان ما بتخافش غير من حاجة واحدة بس في واحدة من أخوات إنا ما الكفة بتخاف منها وجايب بيت شعر على بنك الأسئلة اللي يعرفها يرفع إيده اللي يعرفها يرفع إيده من الناس اللي بتقول ها إيه ليتة جدعان ما الكفة تخش مع ليتة وتعمل كده اهو تقف مربعة وتقول لي ليتة اللي انت عاوزاه عاوزاني أمنع عملك واخلي اللي بعدك مبتدأ وخبر تحت امرك ويبقى انا هنا مال كفه ويبقى مال كفه هنا عامله خد بالك من عامله وملغاه لو خلت عملها لغت عمل ليت وخلت اللي بعدها مبتدا وخبر يبقى مال كفه هنا بهدلت ليت زي ما بتعمل فينا واخواتها انما عايزاني ادخل معاكي وقف ساكته وقف ساكته واللي بعدك بتعرف اسم ليتة وخبر ليتة اللي انت عاوزاه يجي في الامتحان ليتما المصريين احرار جمله صحيحه ازاي يا مستر ده انت جايبها صوب الخطا جايبها لك في انما انما ليتما ليت هنا ناصبه رافعه ومال كفه ملغاه مش عامله مهمله لان مال كفه اتحطت كده مع ليتا وبتقف مربعه ايديها اللي عايزاه ليتا تعمله ليت عايزه تنصب وترفع وتشتغل كان مال كفه مش موجوده طب ليت عايزه تهمل وما الكفه اللي تشتغل وفي الحاله دي يجي بعدها مبتدا وخبر اللي انتوا عاوزينه بصوا هجيب جمله وشوفوا لي مين اللي شغال ما ولا ليت ليتما ايوه الحياه كفاح ليتما الحياه كفاح ده مبتدا وخبر اه لا ليت هنا مش شغال وما الكفه هنا كفه عملها زيها زي كل اخوات امنا صح طيب ليتما الحياه كفاح ليتما الحياه اه لا ليت هنا شغاله وما الكفه مهمله وملغاه لان الحياه اسم ليت منصوب بالفتحه وكفاح خبر ليت مرفوع بالضمه شايفين يبقى خلي بالك من الموضوع ده اشوف مين بقى الناس اللي كانت بتذاكر معايا في الوحده الاولى الجمله اللي جايه يجب الا تهملون واجبكم عشان خاطر النبي كل الناس تصحصح معاي صلوا لي كده على النبي عليه الصلاه والسلام، عايز كل الناس مركزه معاي يجب الا تهملون واجبكم، في غلط، في غلط في الجمله، يا رب تعرفوه، اه بصوا على الا، بقول يجب الا الا هنا بتتكون من أم الناصبه ولا النافيه، يعني الا هنا اداه نصب والفعل المضارع بينصب بحذف النون حتى لما كنت بقول ان يؤدوا لما شلت ان رجعت قلت يؤدون اه يبقى تصويب الجمله يجب الا تهملون واجبكم في الوحده الاولى والله اديتها في الوحده الاولى ولا يجب الا تهملوا واجبكم تهملوا واجبكم هي دي بقى المكملات دي المكملات اللي انتوا بتقولوا عليها هي دي المكملات اللي انتوا بتقولوا عليها يقول لك المكملات بتاعة المنهج، الفرق بين ألا وإلا وألا الاستفتاحية وإلا بتاعة الاستثناء، ده موال كبير بالوحدة الأولى قلناها، يجب ألا تهملون واجبكم، حد يصوب الخطأ، يجب ألا تهملوا واجبكم، ما فعل مضارع منصوب بألا الناصبة وعلامة نصب في النون، طب ليه يا مستر دي ناصبة؟ عشان دي يا جماعة بتتكون من أن الناصبة زائد لا فيه دي بتتكون من ان الناصبه زائد لنا في فعشان كده انا بقول منصوب بقلة وعلامه نصبه حذف النون كلام جميل وكلام زي الفل شوف الجمله اللي بعدها الا تدعو الخير فسوف تندم لا في فرق قوي بين اللي تحتها كسره واللي عليها فتحه الا غير الا دي اداه جزم دي اداه جزم دي بتتكون من ان الشرطيه ولنا في. دي بتتكون من ان الشرطيه ولا النفيه يبقى اقول الا تدعو ولا تدعو لا تدعو امال فين الواو فعل مضارع مجزوم بالا الجازمه ده اهي وعلامه جزمه ها حذف حرف العله يبقى لازم اشيل الواو دي على طول اهي اشيلها عشان دي جازمه في فرق في فرق كبير بين الا الناصبه والا خلي بالك بقى في دي بقى اللي تحتها كسره دي اه لي شده وكسره كده لا ده دي اداه جزم وفعل الشرط بيكون محذوف تقدير والا تفعل لا. والا تفعل بيتحذف بعدها فعل الشرط كمان اعرفوها غير الا الناصبه الا الناصبه بتتكون من ان الناصبه ولا النافيه انما الا ده بتتكون من ان الشرطيه ان وايان ومتى واي اه ده بتجزم فعليه ادوات شرط بتجزم فعليه اه دي بتتكون من إن الشرطيه ولا النافيه والنبي تصحوا معايا عشان عايز الناس كلها تقفل في النحو النحو مش معقد زي ما انت متخيل النحو مش هيجي بقى يعني مش عايز أقولك لك مش هيجي بقى خارق ما فيش الكلام ده الفرع الوحيد اللي ما يقدرش يخرج عنه من كتاب المدرسه هو النحو ولكن هو بيشتغل في النحو على حاجتين وانا قلتها وبقولها وهقولها لحد ما تخش اللجنه بيشتغل على المشكله النفسيه اللي عندكم كلنا خدنا النحو بالطريقه النظريه ودي كارثه كلنا اتعلمنا النحو واحنا صغيرين غلط ما انا اتعلمت النحو معاكم وانا اتعلمت في المانيا ما انا زيكم بالظبط خدناه بالطريقه النظريه ندخل المستر يكتب القاعده على السبوره القاعده ويوم كاتب لك القاعده ونقعد طول الحصه نغني ونحفظ تيجي تحل ولا حياه لمن تنادي مش عارف احل يا مستر عشان ما بيتطبقش عملي لذلك النظام الجديد كله عملي ميز الج... كله تصويب خطا ميز الجمله الصحيحه فيما يلي اجيب لك ثلاث جمل غلط وجمله صح وانت بقى حتى الاعرابات بقت موازنات اجيب بيت شعر واحط خطين اجيب بيت شعر واحط خطين وانت تقولي بقى تقول ده اعرابه ايه واعرابه ايه بالترتيب كل ده هضربك عليه حالا انا مش عاوزك تقلق من اي حاجه تابعني وانت ساكت وما تتكلمش خالص وما تقولش انا بقيت تمام كله هيبقى تمام بس انا عايز تمام دي وانت طالع من الامتحان وان شاء الله الامتحان يجي هفوه ان شاء الله الامتحان اللي هيركز في الثلاث شهور بتوع المراجعات شهر أربعة وخمسة وستة ان شاء الله ان شاء الله يظبط الدنيا جدا في الامتحان دايما عايز ال 12 محاضره تسمعهم باستمرار مع مراجعات ليله الامتحان يعني سواء انا قلت اربع محاضرات في ليله الامتحان او خمس محاضرات في ليله الامتحان عاوزكم معايا عاوز التلات شهور اللي انت بتتفرج عليهم دول ما ترمهمش واللي مشترك بباسورد من اربعه الباسوردات ما بتقفلش وملهاش صلاحيه خلي بالك عشان احنا معاكم الاونلاين عندي اهم حاجه انا اشتغلت مع الناس اوفلاين وسناتر لان دي محاضرات في محافظات ما حدش يقدر يطلبني في الصعيد واتاخر عنهم ولا يطلبني في القاهره واتاخر عنه في اي حته بعيده في القاهره في الجيزه مثلا اه محافظه تانية يقول لك اكتوبر الفيوق اي حته بروح ومع الطلبه كلها بس انتوا عندي في الدرس انتوا تلاميذي بالمشافهه زي ما قلنا في احمد شوقي يعني انت معايا اونلاين فانت لازم مراجعتك تبقى كامله وافضل معاك للاخر خالص ولكن مش هقول لك لا المحاضرات اللي بره بقى زحمه وجميله فانا مش هشتغل اونلاين مفيش الكلام ده خالص يلا باشا بسم الله الرحمن الرحيم لا يحقق هدفه الذي صاحب اراده اه في خطا في الجمله لا يحقق هدفه الا ذي صاحب اراده انا شفت خطا حد فاكر الاسماء الخمسه اه ذو يحقق هدفه ذو صاحب اراده انا عايز اقول لك الفاعل هو مين اللي بيحقق هدفه ذو ده هو فاعل طب الافعال الخمسه ابوك ها اباك ابيك اه فعلا فعلا ذو وذا وزي طب يبقى بتترفع بالواو يبقى قول لا يحقق هدفه الا زي ولا الا ذو فعل مرفوع بالواو ماينفعش ينفعش ذا صاحب اراده وما ينفعش زي صاحب اراده ولكن تنفع ذو صاحب اراده وهنا الفاعل على طول مرفوع بالواو كلام جميل وكلام زي الفل لا. لولا الامل موجود ما تحقق العمل لا. اما اللي يعرف الغلط اما اللي يعرف الغلط في الجمل لولا الامل موجود ما تحقق العمل الجمله دي جمله جميله جدا بتراجع حاجه تانية خالص اه حذف المبتدا والخبر في الوحده الثالثه الجمل كل جمله بتراجع قاعده من قاعدة اللي عند حضرتك لولا الامل حد فاكر اللي بعد لولا بيعرب ايه ها لا اكتبوا لي بقى اللي بعد لولا ها مبتدا مرفوع ايوه لخبر محذوف تقديره موجود يعني كلمة الأمل ده مبتدأ مرفوع والخبر لازم يكون محذوف وتقديره موجود يبقى أنت عرفت الغلط ما ينفعش يكتب الخبر لازم أشيل الخبر قدامك أهو لما كنت بقولك خلي بالك خلي بالك لولا الغيث لهلك الزرع لولا الغيث كنت أجيب لك في الامتحانات الأولانية في المحاضرات إعرب الغيث مبتدأ مرفوع لخبر محذوف تقديره موجود طب ما انت بتقول الخبر محذوف يا مستر انت كاتبه ليه يبقى جمله خاطئه ما عشان كده بقول صوب الخطا ما انت الشغل ميز الجمله الصحيحه اول ما الاقي كلمه لولا الامل موجود لا ما ينفعش اه يبقى اقول لولا الامل ما تحقق العمل لا لولا الامل ما تحقق العمل واعراب الامل اعربوها لي مبتدا مرفوع لخبر محذوف تقديره تقديره ها تقديره ايه موجود يبقى هنا هنشيل كلمة موجود لان الاسم بعد لولا مبتدأ مرفوع لخبر محذوف تقديره موجود كلام جميل وكلام زي الفل تعالى بقى باشا ونشوف بقى الجمل العالية الجمل العالية قوي 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 في الامتحان كم من منافعي للصلاة وحاطط علامة تعجب كم من منافعي للصلاة انا عايز الناس بقى تصلي كده على النبي عليه الصلاه والسلام وتصحصح معايا وتعال احنا خدنا الوحده الستة رحنا للادوات بقى رحنا لحاجه تانية خالص اهو الوحده الستة خدنا نوعين كم ما. حاجه اسمها كم الخبريه وكم الاستفهاميه نبدا بالاستفهاميه كم الاستفهاميه لها اجابه في الجمله يعني ايه يعني حضرتك تعرف تجاوب الجمله واللي بعدها تمييز منصوب بص كده كم طالبا في الفصل اكتبوا لي كامل استفهاميه تقدر تجاوب الجمله لها اجابه لما تيجي تقرا الجمله حضرتك تعرف تجاوبها واقول كم طالبا في الفصل طب ما انا عارف كم طالبا في الفصل هعد الطلاب اللي في الفصل اعرف على طول كم طالبا في الفصل يبقى دي على طول كامل استفهاميه كلام محترم طالبا تمييز منصوب واللي بعدها تمييز منصوب ولازم تنتهي بعلامه استفهام كده ادي كامل استفهاميه خش على الخبرية عشان هي بتاعت الامتحانات بقى كام الخبرية بتوع النحو والنحاة بيقولوا كلام جميل قوي يقول لك ملهاش إجابة يا باشا أنت ما تعرفش تجاوبها أصلا يعني أنت لو فكرت في إجابة الجملة ما تقدرش تجاوبها يقول لك كم شهيد ضحى في سبيل الله عد يا حبيبي عد لي كم شهيد ضحى في سبيل الله ما أقدرش ما أعرفش عد يبقى على طول دي كام الخبرية ملهاش إجابة تمييزها كم شهيد ضحى في سبيل الله تمييز مجرور بالاضافه دايما تمييز مجرور بالاضافه وبتنتهي بعلامه التعجب يبقى اللي لها اجابه لا اكتبوا لي تاني اللي لها اجابه ردوا عليا كم استفهاميه صح يبقى اللي لها اجابه كم الاستفهاميه وتمييزها منصوب طب اللي ملهاش اجابه لا اللي ملهاش اجابه دي كام خبريه وتمييزها مجرور بالاضافه وبتنتهي بعلامه التعجّب مش بس كده ده كام الخبرية ساعات بيدخل عليها حرف جر من اقول كم من شهيد ويبقى كده بيبصم لك بالعشره ان هي كامل خبريه والتمييز مجرور بمن كم من شهيد ضحى في سبيل الله كم من عالم افنى حياته في العلم ما شايف كم الخبريه تعرف تعد كم عالم افنى حياته في العلم لا يا مستر ما عرفش. هي دي كم الخبريه وكم من عالم تمييز مجرور بمن تمييز مجرور بمن وكده بصملي بالعشره ان هي كم الخبريه لما قال لي كم من كذا يبقى هو لان كده كم من من عالم كم من شهيد دي كمل الخبرية دي اللي بيدخل على حرف الجر ده بالذات كويس تعال شوف الجمله اللي معايا عشان الجمله دي من الجمل اللي جننت العلف في الثانويه العامه كم من منافعي للصلاه الراجل اول اما قال كم من انا عرفت ان دي كمل ايه ها الخبريه وقال كم من منافعي تمييز مجرور بمن وعلامه جره كسره صح وللصلاه وحاطط علامه التعجب العلامه بتاعتها الجمله ما فيهاش الهوى، الجمله فوق الشوق كله تمام، كم من منافعي ها للصلاه؟ طب انت عاوز ايه؟ صوب الخطا، صوب الخطا هي دي جمله فيها خطا؟ هي دي جمله اصلا ينفع يبقى فيها خطا؟ انا عايز الناس تفكر فيها كده الجمله قدامكم على الشاشه، كم من منافعي للصلاه؟ خلي بالك صوب الخطا ايه تصويب الخطا؟ لما قعدنا نفكر في الجملة دي كم الخبرية طبعا كم من منافع للصلاة الجملة فعلا ملهاش إجابة إذا هي فعلا كم خبرية كم من منافع تمييز مجرور وحاطط علامة الترقيم اللي هي علامة التعجب يعني كله تمام منافع يا باشا تمييز مجرور بمن وعلامة جر الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف يا خبر أبيض تخيل بقى بيسألك وبيسحلك في كام الخبرية الوحدة الستة وبيسأل سؤال أصلا في وحدة تانية اللي هي الممنوع من الصرف الوحدة السبعة تخيل كم من منافعي هي كم من منافعة ليه عشان منافع ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ده تأقوى واحد في اللغة العربية الممنوع من الصرف ده غير أي حاجة الممنوع من الصرف ده الحاجة الوحيدة في اللغة العربية اللي بتجرب الفتحة بس ما تحطلوش الف ولام ولا تجيب بعده الف ولام ما بيحبش الكلام ده وتجره بالفتحه كل حاجه تجرب بالكسره ما عدا الممنوع من الصرف هو اللي يجرب بالفتحه طب منافع ممنوع من الصرف ليه نراجع بالمره منافع ممنوع من الصرف ليه عشان اسمها صيغه منتهى جمع الجموع ايه موضوع صيغه منتهى جمع الجموع يعني كلمه جمع في وسطها الف او واو وبعد الالف او واو حرفان او اكثر زي منافع ومساجد وكنائس ومنازل وقواعد دي كلها ممنوع ومصابيح دي كلها ممنوع من الصرف فعلا طب ليه ممنوع من الصرف يا مستر عشان اسمها صيغه منتهى جمع الجموع كلمه جمع في وسطها الف او واو وبعد الالف او الواو دول حرفا فاكثر يبقى على طول دي اسمها صيغه منتهى جمع الجموع ممنوع من الصرف تخيلوا بيسال في جمله بكامل خبريه وسحل العال كلها في كامل خبريه وهو مش عايز كامل خبرية ده هو بيسأل في مجرور بمن وعلامة جره الفتحة لأن كلمة منافع أيوة ممنوعة من الصرف طبعا جملة فيها فكرة عالية خالص كل ما السؤال بقى جديد كل ما السؤال حاول يغير شكله غير من انت واخد وغير انت عارف يبقى على طول السؤال ده على طول على طول على طول اه ما بتعرفش تحله دايما النحو قلت لك بيشتغل على حاجتين بيشتغل على العامل النفسي انت بتخش مرعوب من النحو والله اسهل سؤال انت هتحله دي في الامتحان باذن الله ان شاء الله باذن الرحمن هو النحو انما انا عايزك بقى تركز في النصوص المتحرره عايزك تركز في القراءه عايزك تركز في قطعه البلاغه اسئله الادب ما تروحش منك واحنا عملنا مجهود جبار في اسئله الادب وقلت لك الادب المتحرر ده فكلك شفرات النصوص كلها وانت شفت دراسه النصوص المتحرره كانت اسهل بكتير من الادب في البدايه فعلا لا. كل ما بيحاول يجدد السؤال طب تعالى شوف السؤال ده كده اكتبوا لي السؤال ده كده وانا عايز اجابه كم انسان يخلص في عمله؟ اكتبوا السؤال ده كم انسان يخلص في عمله؟ حلو المطلوب طبعا احنا لما بنيجي نشرح كامل الاستفهاميه والخبرية في الدروس بنشرحها زي ما انا شرحتها اقول للواد كام الاستفهامية انت بتعرف تجاوبها وتمييزها منصوب وحط علامة استفهام انما كامل خبرية تمييزها مجرور وجملة انت ما بتعرفش تجاوبها شايف وام اديله بقى 30 40 جملة والواد يقعد يعمل جدول ويقول لي مين استفهامية ومين خبرية واقول له برافو ممتاز انت طالب جميل لا لا يا باشا انا عايز تجديد في الاسئلة جاب في امتحان الثانوية العامة كم انسان يخلص في عمله ايوه الجمله ليها اجابه لا دي كام خبريه بس هو مش عايز كام الخبريه، مش عايز نوع كام، ولا طلب حاجه، قال في الامتحان؟ ضع علامه ترقيم مناسبه، يا ابن اللعيبه، لعيب في الامتحان، ضع علامه ترقيم مناسبه، علامه ترقيم مناسبه، علامه ترقيم مناسبة, علام مناسبه يعني شوفها دي خبريه ولا استفهاميه حط انت العلامه، تحط علامه استفهام ولا علامه تعجب؟ اللي يحط علامه التعجب كان ياخد ثلاث درجات، اللي هي علامه الخبريه الكاميرا الخبريه، تخيل؟ ده سؤال ثانوي عامة 2016 في الامتحان يا 16 يا 15 راجعوا السنتين والموبايل معاكم والنت معاك أنا ما بضحكش عليك ضع علامة ترقيم مناسبة مجرد اللي أنت تحط العلامة أنت كده خدت الدرجات بتاعتك ما قالش إيه نوع كام وما جابش أربع جمل وقال باين باي نوع كام ما قالش الكلام ده خالص طب يلا تعال نشوف بقى يا باشا الإعرابات ونشوف الشغل ونشوف بقى الناس عاملة إيه جن الرجل وتوفي الرجل دخلنا بقى في اللعب الكبير بقى دخلنا في اللعب الكبير بقى ودخلنا في الافكار الجامده بقى بصوا بقى الاعراب عندكم في اسئله السنه دي اسمها اسئله الموازنات ايه اسئله الموازنات دي يا مستر ان هو اجيب بيت شعر او اجيب جمله واحط خطين ابوز دماغك يا شيخ تركزوا في الاجابات لان الاختيارات الاجابتين مع بعض فالسؤال بيبقى توزيعه في الدرجات عالي غير كده انتوا دايما بتجيبوا الحته الاولانيه صح، والحته الثانيه غلط، بالرغم ان الاختياري مع بعضه، يعني اقول لك دي مثلا اسم كذا ولا خبر، ودي خبر ولا اسم، ودي اسم ولا نعت، ودي نعت ولا، فانت تختار دايما مع بعض الاجابتين مع بعض في نقطة واحدة. بس انتوا دايما بتجيبوا الحته الاولانيه صح، وتجيبوا الحته الثانيه غلط، اكس. ليه؟ ده مش عيب فيكم، ده عيب فينا احنا. لإن هو من الآخر لما بيجيب أسئلة موازنات سواء في الطلبات أو في الإعرابات دايما الأولانية بتكون القاعدة والحتة التانية هي الشاذة عن القاعدة. فأنتوا طبعا بتقوم تنحلي في القاعدة جايبها صح والحتة الجزء التاني مختاره غلط ما أنت لو اخترت الحتة التانية غلط يبقى الجملة كلها غلط. فنقصت لك من درجتين ثلاثة وطبعا عدد أسئلة الامتحان بقى 50 مش 80 فده طبعا أقل حاجة درجتين فأنت سوحت نفسك وسوحتني معاك من غير أي فايدة. حلو تعالى كده جن الرجل وتوفي الرجل اما جت في امتحان اعتقد كانت 16 اعتقد كانت امتحان 16 انا عايز اقول لك ان النحو افكاره عاليه من امتحان 15 و16 يعني من امتحان 15 و16 لحد دلوقتي بدا النحو تشوفوا النظام اللي انتم شايفينه عندكم ده وقلت من اول السنه اللي كان معاه من اول محاضرات فرع البلاغه وفرع النحو ما كلفهمش اي حاجه في التغيير السنه دي لان هو اصلا متجدد خلوا الأسئلة اختار من متعدد إنما الفروع اللي دست عليهم السنة دي في الإعداد هي فرع زي الأدب فرع زي النصوص فرع زي القراءة المتحررة اللي هو عمال يجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا وإعداد أسئلة وينظم أسئلة أي جنة الرجل وتوفي الرجل السؤال ده ما العجب هو في الامتحانات حله كالآتي قال لك جنة والراجل بقى حاطط لهم ضم على جنة ومكبر الضم قوي قال لك جنة دي مبنية للمجهول آه واحنا خدنا في الاعداد المبني المجهول بيجي بعده نائب فاعل صح فيجي يقول لك معروفه يعني حتى كلنا كنا بناخد جمله في الاعداد الشهيره قوي احنا صغيرين شرب اللبن كلنا خدنا شرب اللبن واللبن نائب فاعل واللي يعرب اللبن نائب فاعل يبقى ولد تقعد في الدرس اسبوع رافع راسك انا جبت نائب فاعل يا ابني انت مجنون شرب اللبن انا جبت اللبن نائب فاعل فالرجاله قامت شايفه جنه فقالك مبنيه للمجهول اللي بعدها نائب فاعل خش على توفي الرجل ايه الامتحان الغبي ده هو مين اللي مات الرجل فاعل غلط الاثنين غلط هي جنه مش مبنيه للمجهول او ما تبنتش للمجهول هي اتخلقت اصلا مبنيه للمجهول استنى يا مستر انت قصدك ايه انا عندي افعال في اللغه العربيه اسمها تلزم البناء للمجهول يلا اكتبوا جنه وغمه وحم وثلج وفلج ثلج بالساء وفلج وامتقع وانتقع بالميم وبالنون اه حم الرجل حمى ح م بس حط ضمه يعني اصابته الحمى اه وغم الهلال وجن الرجل اه حم وغم وجن وامتقع وانتقع وثلج فؤاد يقول لك ثلج فؤاد يعني اصبح بارد اه دي افعال تلزم البناء للمجهول يا حضرات وطالما تلزم البناء للمجهول يا حضرات يبقى يجي بعدها فاعل وليس نائب فاعل يبقى اللي حل جن الرجل الرجل نائب فاعل باعتبار ان جن فعل اتبنى للمجهول خدها غلط لان الرجل هنا فاعل وجن من الافعال اللي بتلزم البناء للمجهول ما بتتغيرش صح خش على التاني توفي الرجل قال لك هو مين اللي توفى يعني؟ الرجل فاعل، لا غلط، أفعال الموت اكتبوا، ربنا يحفظنا ويحفظكم، توفي واحتضر واستشهد بيجي بعدهم نقف فاعل مش فاعل، طب ازاي دي يا مستر؟ طب الأولى بيجي بعدهم فاعل وعرفناها، إن هم ما للمجهول دي اسمها أفعال تلزم البناء للمجهول، أنت قصدك إن هم اتخلقوا مبنيين للمجهول، آه، طب ازاي بقى؟ ما هو الراجل هو اللي مات، لا يا حبيبي مش الراجل هو اللي مات، صاحب الروح اللي خدها، أنت بتقول توفاه الله مين اللي توفاه؟ الله، الله فاعل. لك. لذلك من الاخطاء الشائعه اما نيجي نادي على الموتى فنقول ايه؟ توفى فلان. غلط. انت عارف توفى فلان؟ فلان هنا فاعل، وفلان هنا يعني انتحر. توفى فلان يعني انتحر هو اللي موت نفسه. ايوه. انما بقول توفي فلان. احتضر، استشهد. دي افعال مبنيه للمجهول بس يجي بعدها ايه؟ ها نائب فاعل. انما هي افعال الموت. فتيجي تقول لي هو توفي هو مين ما هو اللي توفى لا هي توفاه الله الله هو اللي فاعل انما الرجل نائب فاعل ما اقدرش اقول ابدا توفى فلان اصل توفى فلان ده عن انتحر هو اللي موت نفسه انما يا جماعه صاحب الروح هو اللي خدها صح طب تعال يبقى جن الرجل الرجل فاعل انما توفي الرجل الرجل ايه ها نائب فاعل أخذ وبدأ وطفق وهب وجعل وشرع وأنشأ أخذ وبدأ وطفق وهب وجعل وشرع وأنشأ دي أفعال الشروع وأنا قلت إن أفعال الشروع فوق ها رافعة ها ناصبة وخبرها يجي جملة فعلية تعال بقى شوف اللي خبرها جملة فعلية يبقى اسم بدأ اسم أخذ إنما اللي ما فيهاش خبر جملة فعلية تتعامل بالجزمه، فعل وفعل ومفعول. أخذ التعليم مفاهيم جديدة، وأخذ التعليم ينهض. في واحدة فيهم اسم أخذ، وواحدة فيهم فاعل. حد يقول لي مين اللي فاعل ومين اللي ومين اللي اسم أخذ؟ ها؟ حد يقول لي ها؟ يلا الأولى الأولى اسم أخذ؟ ما أقدرش أقول اسم أخذ غير اما اشوف الخبر جمله فعليه وهنا ما فيش خبر جمله فعليه يبقى دي مش اخذه بتاعه الشروع اللي احنا قلناه يبقى دي فاعل مرفوع بالضمة صح طب اخذ التعليم ينهض هي دي بقى هي دي بقى اللي اسم اخذ بقى دي اسم اخذ بقى طب دي اسم اخذ ليه عشان الخبر جمله فعليه جايبين واحدة في بنك الأسئلة اكتبوا الجملة دي. أخذت إسرائيل وحاطط إسرائيل على ضمة. أخذت إسرائيل تعذب الاسره صح واخذت اسرائيل الاسره في واحده فيهم اسم اخذت وواحده فيهم فاعل حد يقول لي اخذت اسرائيل تعذب الاسره ايوه واخذت اسرائيل الاسره مين اللي اسم اخذت ومين اه الاولى اسم اخذت طب انا عرفت ان هي اسم اخذت ليه عشان تعذب الأسرة خبر جمله فعليه مستر يبقى دي بتاعت الشروع رافعه ناصبه وخبرها جمله فعليه بتعمل عمل كده واخواتها صح طب اخذت اسرائيل على ضمه برضو يا مستر بس دي فاعل لا. لان بيقول اخذت اسرائيل الأسرة يبقى دي فاعل طب ليه مش اسم اخذ؟ عشان ما فيش خبر جمله فعليه انتوا صح شايفين؟ طب يلا اعربوا انما المصريون احرار ايوه كده ظبطها بقى ظبطها بقى ما الكفه دخلت على ان خدتها وروحت خدتها وروحت بقت الجمله المصريون احرار اعرب المصريون مبتدا مرفوع بالواو عشان جمع مذكر سالم طب احرار احرار خبر مرفوع بالضم شايف يبقى المصريون مبتدا مرفوع بالواو واحرار خبر مرفوع بالضم وما الكفة هنا عاملة ولا ملغاة؟ لا ملغاة لا عاملة كفة عمل إن أهي خدت إن وروحت واللي بعدها جاء مبتدأ وخبر مبتدأ مرفوع بالواو وخبر مرفوع بالضمة امال ما الكفة كانت بتخاف من مين يا جماعة؟ حد يفكرني ما الكفة كانت بتخاف من مين؟ من ليتا يا مستر ما الكفة تدخل على ليتا وتعمل كده أهو عايزاني أخدك وأروح واللي بعدك مبتدأ وخبر خدامة خد عايزة اللي بعدك يبقى اسم ليتا منصوب وخبر ليتا مرفوع وانا ما اشتغلش اللي انت عاوزاه يجب ان يتحد العرب وينبغي السعي نحو تحقيق الاهداف اي حاجة بتيجي بعد يجب وبعد ينبغي بتعرف فاعل لا. اي حاجة بتيجي بعد يجب وينبغي ها يجب وينبغي بيعرف بعدها فاعل خاصة لو مصدر مؤول بيتكون من أن الناصبة والفعل المضارع يجب ان يتحد العرب يبقى دي مصدر مؤول التركيبه دي اسمها مصدر مؤول في محل رفع فاعل. لا. طب ينبغي السعي، السعي فاعل لا. يبقى اي حاجه بتيجي بعد يجب وينبغي فاعل اهو ينبغي الا يستبد عليهما في التاديب. انا بتكلم على الاب والمعلم فبيقول لي طب هو يربى عياله ازاي؟ الاب يربى عياله ازاي؟ والمعلم يعلم عياله ازاي فارد واقول له ينبغي الا يستبد الف الاتنين على المعلم والاب اكتبوا الجمله ينبغي الا يستبد عليهما في التاديب يربوا العيال ان هم ما يستبدوش عليهم في التاديب طب الاستبداد اللي هو الايه العنف القوه في المعامله اه طب حد يعرب ينبغي الا يستبد الا يستبد مصدر مؤول ما هو مصدر مؤول ان او الا زائد فعل مضارع صح او ان واسمها وخبرها زي ما خدنا في نصب ان في الوحده الثالثه طب حد يقول لي ينبغي الا يستبد مصدر مؤول في محل رفع فاعل طب انا عرفته فاعل ليه عشان جه بعد يجب او ينبغي يبقى اللي بيجي بعد يجب وينبغي فاعل طب اما اقول نحو تحقيق تحقيق دي مصدر نحو ده فيها كده مكان اه طبعا يبقى المضاف اليه على طول لا. يبقى تحقيق هنا ايه ها مضاف اليه انت عارف طبعا ان اي حاجه اي حاجه خاصه بالمكان والزمان بيجي بعدها مضاف اليه اي حاجه خاصه بالمكان والزمان بيجي بعدها مضاف اليه اه فاقول لك فوق الشجره الشجره مضاف اليه صح تعال كده تعال بقى عشان هنبدا نسخن شويه الطالبان كلاهما ناجحان كميل. والطالبان كلاهما ناجح. الطالبان كلاهما ناجحان والطالبان كلاهما ناجح. لا أنا عايز كل الناس بقى تركز وصلوا لي على النبي كده وعايز صحصحه بقى معايا ونشوف ايه موضوع الطالبان كلاهما ناجحان. اول ما اجيب لك جمله فيها كلاهما وكلاهما والنبي يا جماعه كل الناس مركزه. اول ما اجيب لك كلاهما وكلاهما ما تستعجلش وتقول لي ان نفس وعين وبعض وكل وجميع وكلاهما وكلتا وكلا وكلتا توكيد معنوي لما احط ضمير ماشي هي توكيد معنوي لما تحط لها ضمير انت صح بس عشان تكشف على التوكيد المعنوي ما هو ممكن تبقى في الجمله ومش توكيد معنوي يعني ممكن اجيب لك جمله فيها نفسه ونفسه والنبي معايا جمله فيها عينه وعينه تبقى مره توكيد معنوي ومره فاعل ومره مفعول ومره اي حاجه طب انا اعرف ازاي اما اجيب لك جمله بكلاهما وكلاهما او كلتاهما وكلتاهما تحذفوا كلاهما من الجمله وتقروا الجملتين لو الجمله ما فيش حاجه فيها حصلت يبقى على طول دي اسمها توكيد معنوي ما تفكرش فيها طب لو الجمله معناها باظ بكلاهما يبقى كلاهما كانت مبتدا سان ما كانتش ابدا توكيد معنوي شوفوا الجملتين الطالبان كلاهما ناجحان حد يشيل كلاهما ويقرا الطالبان ها ناجحان حاجة حصلت؟ لا مفيش حاجة حصلت أبدا. لا. الطالبان ناجحان جملة زي الفل، يبقى كلاهما دي توكيد معنوي. على طول توكيد معنوي. ما تفكرش. طب الطالبان كلاهما ناجح؟ حد يشيل لي كلاهما ويقرا. الطالبان ناجح. طب بالله عليك في حاجة اسمها الطالبان ناجح؟ لا يا يبقى كلاهما هنا كانت مبتدأ تاني. صح. يبقى خلي بالك، لما أجيب لك جملة بكلاهما وكلاهما، يبقى أنت عارف أنت بتعمل إيه. واحدة توكيد معنوي وواحدة مبتدأ تاني. واحدة توكيد معناه وواحدة مبتدأ تاني اللي هحذفها من الجملة ومعنى الجملة مش هيتغير على طول دي اسمها على طول اسمها ايه؟ دي اسمها على طول ايوه اسمها ايه يا مستر؟ دي اسمها توكيد معنوي. طب لو كلاهما شلتها بقى والمعنى اتغير خالص يبقى دي اسمها مبتدا تاني. كلام جميل وكلام زي الفل. طيب بالمره بقى. كلا وكلتا لما بيتحط لها ضمير زي ما انت شايف كده بتكون توكيد معنوي. بس كلا وكلتا طول ما هي توكيد معنوي ملحقه بالمثنى، يعني لو انت ملاحظ مرفوعه بالالف وتنصب وتجرب الياء لانها ملحقه بالمثنى، كلا وكلتا ملحقه بالمثنى، بس خلي بال حضرتك بقى كلا وكلتا ما بتطيقش الالف واللام. لو جه بعد كلا وكلتا الف ولام لو جه بعد كلا وكلتا الف ولام انتهنت كلا وكلتا. كلا وكلتا هتتعرف حسب موقعها في الجمله بالضمه والفتحه والكسره. يعني ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجرب الكسره في حاله ان لو جاء بعدها الف ولا يبقى هي ما بتحبش الالف ولا هي بترفع بالالف وتنصب بالياء وتجرب الياء عندما تكون ملحقه بالمثنى هي في كل الاحوال ملحقه بالمثنى ما عدا اذا جاء بعدها اسم في الف ولا الالف واللام ده بيضيعها بيسوحها بيخليها تتعرف بالضمه والفتحه والكسره بس المقدره كلمه مقدره يعني تكتب ولا تنطق اكتبوا لي الجمله دي كلا وكلتا زائد الف ولام لما يجي بعدها الف ولام يبقى شد سهم من كلا وكلتا واكتب تعرب بعلامات اصليه مقدره العلامات الاصليه اللي هي ايه ضمه وفتحه وكسره بس مقدره كلمه مقدره يعني تكتب ها ولا تنطق خد المثال كلتا الجنتين اتت اكلها كلتا الجنتين أتت أكلها. مثال من القرآن عشان ما تنساش، حط لي خط على كلتا. حط لي خط على كلتا واعرف. العيال بتعرف كلتا مبتدأ مرفوع بالألف، غلط. يقول لك مش هي ملحقة بالمثنى يا مستر؟ هي كانت ملحقة بالمثنى، بس دلوقتي بقيت ما ملحقة بالمثنى. كلتا الجنتين كلتا مبتدأ مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة. كلمة مقدرة يعني تكتب ها ولا تنطق. طب ليه مش بال... ليه مش مرفوع بالالف؟ مش مرفوعه بالالف لان جاب بعدها اسم فيه الف ولا فالاسم المعرفه بألف الف ولام ده اهو الاسم الظاهر ده هو, هو بيسموه اسم ظاهر خلاها تخرج من قائمه الملحقات بالمثنى انت ولا هتترفعي بالالف ولا هتتنصبي بالياء ولا هتتجر بالياء لو جه بعدك اسم في الف ولا كلام جميل وكلام محترم طيب خد الجمله دي ان كلا الشعبين على هدف واحد ان كلا الشعبين على هدف واحد حد يعرب لي ان كلا ها اسم ان منصوب بالفتحه المقدره طب حد يقول يعني كلمه مقدره تكتب ولا تنطق طب ليه مش منصوب هنا يا جماعه بالياء عشان الشعبين فيها الف ولا يبقى كلا اضيف بعدها هي واضيفت الى اسم ظاهر اهو ان كلا الشعبين على هدف واحد يبقى على طول على طول على طول كلا اسم ان منصوب بالفتحه المقدره كلام محترم. هزمنا الأعداء أيوه هزمنا الأعداء وهزمتنا الأعداء أنا عايز الفرق بين النا والنا لا ده فرق كبير جدا أنا عندي اتنين نا في اللغة العربية أيوه لما يتصلوا بالفعل كده أهو لما يتصلوا بالفعل الماضي زي ما أنت شايف كده أهو هزمنا وهزمتنا يبقى أنا عندي حاجة اسمها نا فاعلين ونا مفعولين نال فاعلين من اسمها هي اللي بتقوم بالفعل نال فاعلين هي اللي بتقوم بالفعل وبتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل دي نال فاعلين هزمنا الاعداء شوفوا لي بقى شوفوا لي بقى هو مين اللي هزمنا احنا اللي هزمنا يا مستر الاعداء هم اللي اتهزموا طالما احنا اللي هزمنا يا مستر يبقى دي نال فاعلين اعربوا لي نال فاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل لا. ضمير مبني في محل رفع فاعل لا. طب هزمتنا الاعداء ردوا علي هي من اللي هزمتنا الاعداء من اللي هزمتنا الاعداء من اللي اتهزم وتحط عليه احنا يبقى دي اسمها نال مفعولين ونال مفعولين ضمير مبني في محل نصب مفعول به ما هي دي ضمائر النصب يقول لك استخرج من الجملة ضمير في محل نصب والضمير كان ويجيب الأربع ضماير اللي موجودين في الجملة إن المفعولين مفعولين ضمير في محل نصب مفعول به إنما نال فاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل نال فاعلين فاعل ونال مفعولين مفعول من اسمها دي ضمير في محل رفع ودي ضمير في محل نصب بس لازم يتصلوا بالفعل إنما لو اتصلوا بأسماء أي ضمائر تتصل بأسماء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، عشان ساعات يقول لك في تاريخنا. اه إيه تاريخنا اه لا ده تاريخنا هنا إن هنا مضاف إليه عشان اتصلت باسم، ما تتسحلش بقى فيها وتقول لي نافع ولا مفعولين؟ كلام محترم. هقول آية من القرآن وانتوا شوفوها لي نافع ولا نا مفعولين؟ ربنا بيقول: "وفجرنا الأرض عيونا" وفجرنا الأرض عيونا. حد يشتغل لي كده فجرنا فجرنا احنا اللي فجرنا؟ اه احنا اللي فجرنا الارض؟ اه الارض مفعول به يبقى فجرنا نادي ايه؟ ها؟ نفع علينا ضمير مبني في محل رفع فاعل شايف؟ اكلنا اكلنا الطعام هو مين اللي كلا مستر؟ احنا اللي كلنا احنا اللي اكلنا؟ اه اكلنا الطعام يبقى اكلنا هنا نلفع علينا طب لو جيت قلت لكم اكلتنا السباع هي مين اللي كلتنا السباع مين اللي تاكل احنا اللي اتاكلنا يبقى دي اسمها نال مفعولين ضمير مبني في محل نصب مفعول به شايفين يبقى في فرق بين نال فاعلين ونال مفعولين طبعا لسه معاه افكار كتير في النحو ومعايا شغل في النحو وانا محضر لكم شغل محترم ده بروفه بسيطه بس كده ده لسه في ليله الامتحان همتعكم في ليله الامتحان ولكن انا دايما النحو انا بشتغل عليك نفسي في الامتحانات غير اللي انت بيشتغل عليك نفسي في الامتحانات صعوبة السؤال في تجديد الثقة بتاعة السؤال ما عادش عندك بقى احط لك خطوط واقول لك اه اعرف في القطعة فيش قطعة النحو كله عندكم جمل كده زي ما انت شايف جملة حكمة بيت شعر خلي بالك من الموضوع ده انا عايز الناس مصحصحة معايا عشان لسه عندنا افكار والناس بتجمع معايا والله 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 الثلاث اربع محاضرات بتوع شهر ستة مع شهر خمسة وشهر اربعة اللي هيشد حلو فيهم مع مراجعات ليلة الامتحان هتطلع من امتحانك مبسوط وهتطلع من امتحانك قايل كل حاجة وان شاء الله تقول لي مفيش اي مشكلة في الامتحان يلا هطلع فاصل وارجع تاني لسه معايا افكار يلا بينا ورجعت لكم بعد الفاصل وخلي بالك عشان كل نقطة أو كل جزء بتلاقي أفكار أعلى في اللي جاي. الفكرة اللي جاية معايا في رقم سبعة في الإعرابات أنا ما بحبهاش في الامتحان. ما بحبهاش في الامتحان في الإعرابات علشان سهلة جدا جدا وكانت عندكم في سنة تانية بس أنت ما بتفتكرهاش غير بعد ما بتطلع من الامتحان للاسف ما بتفتكروهاش ابدا غير بعد ما بتطلعوا من الامتحان ما. نموا بلدكم يقوى شانكم ما. وحسب العلم نموا بلدكم يقوى شانكم عايز اعراب يقوى شانكم يقوى هم. بص يا حبيبي المضارع لما يجي قبله اداه تجزم فعل واحد لم ولا هي ولما والكلام ده ما بخافش ولما بيجي قبله اداب تجزم فعلين ان ومن وايان ومتى واي واينما اللي هي ادوات الشرط ما بقلقش انما في حاله جزم للمضارع من غير نحو خالص ودي كارثه جزم للمضارع من غير نحو اه اسمه جزم المضارع في جواب الطلب ودي بقى ما بتاخدوش بالكم منها نهائيا يعني في الامتحان بالذات في الاعراب عندي حاله هو جوازه ولكن حاله موجوده في الجزم ولا ادام بتاعه لم ولا النهية ولام الامر والحاجات اللي بتجزم فعل واحد زي لم يلد ولم يولد ولم يكن ولا حاجات من بتاعت ان ومن وايان واينما ومتى واي اللي هي ادوات الشرط اللي بتجزم فعلين لا انما للاسف ده بقى انت بتجزم مضارع من غير ادوات جزم بيقول لك ايه بقى يا سيدي بيقول لك اذا جاء في بدايه الجمله طلب الطلب اللي هو امر او نهي او استفهام استنى يا مستر طلب اللي هو امر او نهي او استفهام ده الامر والنهي والاستفهام ده اصلا الامر او النهي او الاستفهام ده اصلا اه ده الاسلوب الانشائي ما هو الانشاء الطلبي انت هتجزم دلوقتي بالحب هتجزم دلوقتي بالبلاغه اه هتجزم بالبلاغه انت متخيل انت بتجزم بالبلاغه ما بتجزمش باي حاجه تانية اه لو جاء امر او نهي او استفهام في بدايه الجمله ماشي والمضارع جاء بعده مجزوم طب مجزوم بايه بالحب هو كده بس يجزم بشروط ان يكون المضارع نتيجه للطلب طب ما هو طالما كده هيبقى نتيجه ان شاء الله والجمله تكون امر محمود يعني حاجه كويسه لو المضارع جه نتيجه والجمله امر محمود يعني حاجه كويسه يبقى انت في الحاله دي في الحاله دي في الحاله دي ايوه ايه اللي حصل لا يبقى في الحاله دي يا مستر المضارع ده مجزوم وكان بيجيب ايه بقى عندكم في سنه تانية انا هبدا بجمله كتاب المدرسه بتاعتكم ابتعد عن الاسد ابتعد عن الاسد حاضر جايب امر اهو تسلم حط خط على تسلم هو اللي يبعد عن الاسد بيسلم اه انما اللي مش هيبعد هيزعل ابتعد عن الاسد تسلم طب ما هو جه جاب امر ادي كده جاب طلب وتسلم جت في النهايه ونتيجه وكله تمام في الحاله دي يبقى تسلم ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامه جزمه السكون هو ده هو ده اللي انا عايزك تاخد بالك منه طب افرض المضارع ما نتيجه ده انت ما عندكش دم قوي ده انت مضارع رخم قوي ما نتيجه ازاي ده احنا بنجزمك كده بالحب بالطلب لو ما جاش نتيجه او مش امر محمود يبقى مرفوع بالضمه وكان زمان يقول لك ابتعد عن الاسد تسلم وشوف الجمله جنبها ابتعد عن الاسد تهلك هو اللي ما يبعدش اللي يبعد عن الاسد اللي يبعد عن الاسد يهلك لا طبعا يبقى ده مرفوع انا نفسي اجيبها جملتين من امنيات حياتي ان اجيبها جملتين لما بيجيبها جملتين بتفتكروها بتاخد واحده مجزومه واحده مرفوعه اللي نتيجه مجزومه واللي مش نتيجه او مش امر محمود يعني حاجه كويسه مرفوعه انما لما بيجيبها لك في الاعراب بيزعلك نموا بلدكم يقوى شانكم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف العلة مجزوم في جواب الطلب شايف؟ اكتبوا لي الحتة دي إذا جاء طلب الطلب ده اللي هو اكتب تحته أمر أو نهي أو استفهام أمر أو نهي أو استفهام زائد مضارع زائد مضارع اكتبوا لي كده ولخص كده زائد مضارع بس المضارع ده اكتب لي جنبه يكون نتيجة والجملة أمرا محمودا المضارع نتيجة والجمله امرا محمودا المضارع ده مجزوم يا جماعه مجزوم يا جماعه في جواب الطلب شايفين طب الطلب امر او نهي او ايه ها او استفهام طب انا هديكوا جملتين غير الامر هديكوا جملتين غير الامر ماشي لا تقترب من النار اكتبوا الجملتين لا تقترب من النار ماشي تغنم لا تقترب من النار تغنم حط خط على تغنم ولا تقترب من النار لا تقترب من النار تحترق. ها؟ مين اللي مجزوم ومين اللي مرفوع؟ قولي، قولي البنت اللي قولي، ها؟ تغنم؟ ده مجزوم، صح؟ لانه نتيجه وامر محمود، في في نصيحه. انما لا تقترب من النار تحترق. هو اللي ما يقربش من النار يحترق؟ لا، يبقى ده فعلا مضارع مرفوع. شايفين؟ اما بيجيبهم جملتين جنب بعض بتعرفوا تحلوه. انما لما بيجيب الاولانيه اللي هي المجزومه في الاعرابات ما بتعرفوش تحلوها اقول لك ما بتعرفوش تحلوها ليه وما بيقعش فيها والله العظيم غير على الشطره جدا والعلم متميز لانكم في الاعراب دايما بصوا معايا كده بتبصوا قبل الفعل فطبعا لما تيجي تبص ان هو ما تلاقيش اداه تجزم فعل وما تلاقيش اداه نصب وانت عارف ان المضارع اذا لم يسبق بناصب او بجازم يبقى مرفوع وللاسف للاسف للاسف بيحط لك اول اختياري في الاختيارات فعل مضارع مرفوع، تقوم انت على طول مختاره، وتقولي يبقى انا اللي انا فكرت فيه دي حاجه حقيقيه وحاجه صحيحه، ودي طبعا مش حاجه حقيقيه ولا حاجه صحيحه، ده مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامه جزمه حذف حرف العله، شايف؟ اهو، طب يلا اكتبوا الجمله دي كمان، اكتبوا الجمله دي كمان ما ورناش حاجه. اسرعوا الى المكتبات. اسرعوا الى المكتبات. تجنو قطوفها تجنو حطوا له خط على تجنو وحد يعرب لي ها تجنو هي اصلها تجنو ولا تجنون؟ تجنون فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامه جزمه حذف النون ما هو الجزم تسلم كان بالسكون ويقوى شأنكم كان بحذف العلة إنما تجنو بحذف النون علامات الجزم يا بشوات سكون حذف عله حذف نون صح جاب الجمله في الامتحان اسرعوا الى المكتبات تجنوا قطوفها معنى الجمله ايه؟ لما تسرع الى المكتبه تجني قطوفها يعني ثمارها يعني تتعلم القراءه والكتابه وتتعلم المعلومات هو ده هو ده طب يلا ليست الحياه جميله انا عايز أعيل عمده عمده يحل الجملتين وليست الحياه بجميله أسئلة الموازنات الأسئلة اللي فيها طلبين الاختيارات اللي الاتنين بيبقوا مع بعض يعني لازم تشيل الشيلة كاملة ما تحلتليش ما الحتة الأولى صح والحتة الثانية غلط ما هو الاختياري واحد ما تفرحنيش اللي انت جبت النص الاولاني صح وتيجي تجيبلي النص التاني غلط ما ينفعش ليست الحياة جميلة وليست الحياة بجميلة انا عايز اعراب جميلة في الجملتين ها ليس دي من اخوات كان يا بشوات يعني رافعة ناصبة يعني اسمها قوع وخبرها منصوب اه ما هو ليس من اخوات كان كان واصبح واضحى وامسى وليس هو ليس من اخوات كان طبعا ليست الحياة جميلة ده خبر ليس منصوب بالفتح انما ليست الحياة بجميلة خبر ليس برضو منصوب بالفتح الفرق بينهم ما. حد يفتكر الفرق بينهم؟ حد يفتكر؟ ها؟ حد يفتكر لي كده يفكر لي كده في الفرق بينهم؟ ها؟ ايه؟ ده خبر ليس منصوب وده خبر ليس منصوب، امال ايه الفرق؟ نسيتوا انتو كده بقى حاجة اسمها عندكم في المنهج حروف الجر الزائدة. أنا عندي حاجة في المنهج اسمها حروف الجر الزائدة، لا 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 أنا عاوزك تركز. لا الناس اللي بتتكلم مش عايز كلام خالص. أنا عايز كل الناس تركزك لو سمحتم ركزوا. حروف الجر الزائدة دي حروف إحنا بنسميها حروف تافهة. يعني ايه كلمه تافهه ما تعملش حاجه في اللي بعدها ما بتغيرش الاعراب كبرها الاعراب زي ما هو بس اقول مجرور لفظا ازود كلمه مجرور لفظا احتراما لحرف الجر الزائد انما هو حرف تافه ما يغيرش اي اعرابات لذلك انا بدات الجمله معاك وقلت لك ليست الحياه جميله خبر ليس منصوب وليست الحياه جميله خبر ليس منصوب بس فيه حاجه كده أي الباء هنا حرف جر زائد من حروف الجر الزائده الباء وركزولي ركزولي 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 في الباء الباء دي بتيجي في خمس حالات زائده بتكتبهم طب يلا اكتبوها اهو الباء بتيجي في خمس حالات زائده تلاته خبر واتنين فاعل العين نايمه بتيجي في خمس حالات زائده تلاته خبر واتنين فاعل ايه اللي هما تلاته خبر واتنين فاعل بتيجي زائدة في ثلاثة خبر واتنين فاعل يلا خبر ليس اللي قدامك الباء بتاعتي زائدة عارف تأتي زائدة اعرفها ايه اعرف الخبر ايه خبر مجرور لفظا منصوب محلا يبقى الباء بتاعتي زائدة في خبر ليس أنا هخلصهم واسأل فيهم وفي خبر ما وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام خبر ماذا خبر ليس لي بظلام خبر ما مجرور لفظا منصوب محلا يبقى بتيجي زائده في خبر ليس وخبر ما وخبر كان المسبوقه بنفي او نهي ايه خبر كان المسبوقه بنفي او نهي بص 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 وما كنت بمهمل اعجبوا لي بمهمل لا. وما كنت بمهمل بمهمل خبر كان المسبوقه بنفي او نهي بمهمل خبر كان مجرور لفظا ها منصوب محلا يبقى الباء بتاعتي زائده حد يقول لي بتاتي زائده في ثلاثه خبر واتنين فاعل، انا قلت لسه الثلاثة الخبر، لسه ما قلتش الاتنين الفاعل، الثلاثة الخبر هم، خبر ليس وخبر ما وخبر كان المسبوقه بنفي او نهي زي جمله وما كنت بمهمل وما كنت بغافل فعلا ما. اعراب الحاجات دي ايه؟ خبر مجرور لفظا منصوب محلك. طب بتيجي في اتنين فاعل، ايه بقى اتنين فاعل؟ بتيجي في فاعل كفى وفاعل افعل به. ايه فاعل كفى؟ اللي بيجي بعد كفى بيعرف فاعل بس بيبقى شابك فيه الباء الزائد. كفى بالله شهيدا اعربولي بالله اوعى يجيب في الامتحان كفى بالله شهيدا او يجيبلك بيت شعر زي اللي هقوله دلوقتي وتعرب لي بالله جر ومجرور وتضحكوا علينا الناس، اوعوا تعملوا كده. اللي بيجي بعد كفى بيعرف فاعل بس يتعرب ازاي بقى؟ تقول فاعل مجرور لفظا لا مش منصوب ده فاعل انا مالي بالخبر. فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا يبقى اللي بيجي بعد كفى بيعرف فاعل اللي بيجي بعد كفى بيعرف فاعل اللي بيجي بعد كفى بيعرف فاعل طب اقوله ازاي؟ اقول فاعل مجرور لفظا اختار اللي اختاري ده مرفوع محلا يبقى اللي بيجي بعد كفى ها بيعرف فاعل لما يجيب بقى في بنك الاسئله يقول لي كفى بالمرء يصنع مجده إعرب بالمرء فاعل مجرور لفظا ها مرفوع محل مش لازم كل حاجة كفى بالله شهيدا وكفى بالله ما أجمل أن تكون كافيا بالله وأن تكون مكتفيا بالله عز وجل ولا حول ولا قوة لك إلا بالله بس لما يقول كفى بالمر يصنع مجده لازم تبقى عارف أن اللي بيجي بعد كفى ده من الثوابت فاعل مجرور لفظا ها مرفوع محل طب أنا قلت الباء بتاعتي زائدة إيه في ثلاثة خبر ها واثنين فاعل انت قلت لي خبر ليس راجعوا معاي وقلت لي خبر ما وقلت لي خبر كان المسبوقه بنفي او نهي حصل وقلت لي كمان يا مستر فاعل كفى لسه الفاعل الخامس فاعل افعل به للتعجب اللي خدته في سنه ثانيه اعظم بالمجتهد حد يعرب لي بالمجتهد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلك يبقى انت على طول كده عرفت ان الباء بتاتي زائده في خمس حاجات ثلاثه خبر واثنين فاعل كلام جميل وكلام زي الفل تعال كده يا باشا ليست الحياة جميلة خبر ليس منصوب بالفتحة إنما ليست الحياة بجميلة خبر ليس مجرور لفظا ها منصوب محلا كلام محترم تعال في المسجد مصلون وفي المسجد المصلون حد فاكر دخل في الوحدة الثالثة هو ده هو ده الشغل دايما تصويب الخطأ والموازنات بتاعة الإعراب بتخش في كل واحدة تعمل لك صدمات تجيب لك كل الأفكار بالطريقة العملية عشان كده السؤال المتبع في الامتحانات الجديدة ميز الجملة الصحيحة اللي هو تصويب الخطأ اللي انت بتختار جملة صحيحة وطلع الجمل قدامك غلط ما ينفعش تاخدهم ده بيخليك تشوف انت فاهم القاعدة ولا لا مش مجرد حفظ انت بتلقين عايز اعرابات تقعد تكتب وخلاص ما فيش الكلام ده في المسجد مصلون وفي المسجد المصلون واضح ان دي خبر شبه جمله ودي خبر شبه جمله يبقى تقديم وتاخير تعالى كده بسرعه نراجع تقديم وتاخير تقديم الخبر على المبتدا يتقدم الخبر على المبتدا وجوبا حط خط على كلمه وجوبا يعني لازم اذا كان الخبر شبه جمله شبه جمله والمبتدا نكره كلمه نكره يعني ما فيهوش الف ولا يبقى يتقدم الخبر على المبتدا وجوبا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة ما فيهوش ألف ولا يعني الجملة دي ما تنفعش غير كده لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة زي جملة في بيتنا الرجل اللي كنت بديها لكم في الشرح إنما يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا ولازم أكتب جوازا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة يعني دي تنفع تقول المصلون في المسجد والمسجد وفي المسجد المصلون، إنما الأولى ما تنفعش. يبقى الفرق ده خبر مقدم وده خبر مقدم، بس ده خبر مقدم وجوباً وده خبر مقدم جوازاً عشان النكرة والمعرفة. اللي المبتدأ بتاعه نكرة، يبقى الخبر لازم يتقدم غصباً عني. واللي المبتدأ بتاعه معرفة، يبقى الخبر لازم يتقدم ولكن جوازاً. لا. صح. كنت بديكم في الشرح، في بيتنا رجل، ها؟ وفي بيتنا الرجل. طب راجعوا بالمرة حالات تقديم الخبر، يلا معايا اكتبوا لي حالات تقديم الخبر. يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا اذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، اذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة يبقى الخبر يتقدم وجوبا. يتقدم الخبر على المبتدأ ها جوازا اذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة اهي الحالة اللي معانا في الجملة دي جوازا. يعني ينفع أقول في المسجد المصلون وينفع أقول المصلون في المسجد، كلام محترم. أسماء الاستفهام لها الصدارة في الجملة، أسماء الاستفهام لها الصدارة في الجملة، وتيجي في الأول بس خبر مقدم، ما. كيف حالك؟ اسم استفهام كيف اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم؟ ما. متى الرحيل؟ اعربوا لي متى، اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، يبقى أسماء الاستفهام الخبر بيتقدم الحالة اللي بعد كده يتقدم الخبر على المبتدأ إذا وجد ضمير في المبتدأ يعود على الخبر إذا وجد ضمير في المبتدأ يعود على الخبر يتقدم الخبر للقصاص اسلوبه فعلا للحرب رجالها آه. للمعركة قوانينها الخبر مقدم هنا عشان الهاء والهاء اللي مبتدأ فيه ضمير يعود على الخبر يبقى كده الخبر يتقدم كلام جميل لا تعال نشوف اللي جاي مشى الرجل والطريق انا فاكر الاعراب ده مشى الرجل والطريق مشى الرجل والطريق اه ده الواو هنا بمعنى مع مفعول معه المفعول معه هو اسم منصوب ياتي بعد واو بمعنى معه اه او واو بمعنى مع مشى الرجل مع الطريق مفعول معه منصوب بالفتحه دخلت المسجد وأذان الفجر شايف آه وصلت المحاضرة وشرح الأستاذ مع شرح الأستاذ دخلت المسجد مع أذان الفجر يبقى على طول مفعول معه منصوب بالفتحة الجملة اللي جاية دي عالية أوي 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 أنا عايز موازنات هو ده الشغل بقى بدأنا نسخن بقى يمكن أن نلاحظ كل آثار العالم ويمكن ان نلاحظ اثار العالم كل الملاحظه. ويمكن ان نلاحظ اثار العالم كلها. انا عايز الفرق في الاعرابات بين الثلاثه. يجيب لي بقى اختياري بقى خلي بالك عشان الاختياري ده يبقى مميت بثلاث درجات. يجيب لي اختياري كده فيه ثلاث اجابات، واختياري فيه ثلاث اجابات، واختياري فيه ثلاث اجابات، واختياري في ثلاث اجابات، وانت اختار. الاسئله الموازنات دي انا بقلق منها عشان لازم تشيل الشيله كلها. وادي رافع ايده يقول لك مستر انا عارف اتنين بس مش عارف واحده مفيش الكلام ده لازم تبقى عارف التلاته طب انا عارف واحده بس في واحده شاكك فيها مفيش كده اسئله الموازنات دي الشيله كامله يا حبيبي لازم تعرفها كلها صح لازم تلاحظ كله صح يمكن ان نلاحظ كل اثار العالم والنبي تفكره يمكن ان نلاحظ اثار العالم كل الملاحظه يمكن ان نلاحظ اثار العالم ها كلها شوف اللعبة يمكن ان نلاحظ كل مين اللي بيلاحظ احنا بنلاحظ كل اه كل هو اللي بيتلاحظ مفعول بيه يا مستر مفعول بيه منصوب بالفتحه صح طب يمكن ان نلاحظ اثار العالم كل الملاحظه نلاحظ كل الملاحظه دي نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحه ودي من اهم نقط الواحدة الرابعه عندنا في المنهج طب انا عرفت ان دي نائب ازاي لا هنقف عن دي شوية يمكن ان نلاحظ اثار العالم كل الملاحظة دي نائب عن المفعول المطلق دي نائب عن المفعول المطلق عارفين انا عرفت ازاي باضافة المصدر لما اجيب كل او بعض او غاية لما اجيب كل او بعض او غاية والنبي تكتبوها لا دي تكتبوها لما اجيب كل او بعض او غاية زائد المصدر اللي يبقى كله وبعضه وغادي على طول نائب مفعول مطلق، بص 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 احب مصر كل الحب، كل هنا نائب مفعول مطلق، احب الوطن بعض الحب، بعض هنا على طول نائب مفعول مطلق، اسعى الى النجاح غايه السعي، يبقى غايه هنا نائب عن المفعول المطلق، يبقى عرفتها من المصدر اللي بعدها، أه نلاحظ وقال الملاحظه، يبقى دي نائب المفعول المطلق ودي اهم واحده يمكن ان نلاحظ اثار العالم كلها توكيد معنوي شايف يبقى انا عندي ثلاثة اهو واحده مفعول به وواحدة نائب عن المفعول المطلق وواحدة توكيد معنوي طبعا نائب مفعول مطلق دي مهمه عرفناها ان جاء بعدها مصدر دايما بيحب في الامتحان يجيب كلمه كل او كلمه بعض او كلمه غايه ويضيفها للمصدر لما يجيب بعدها مصدر تبقى عارف اي حاجه جاي بعدها المصدر يبقى الحاجه دي نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحه كويس تعالى بقى علشان اللعب بقى الكبير بقى والشغل الحلو قوي 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 في دي المؤمنات يجتهدن والله لا يجتهدن المؤمنات بص يا حبيبي الفعل المضارح هو الفعل الوحيد في الافعال كلها اللي معرب عارف يعني ايه كلمه معرب يعني مرفوع منصوب مجزوم الفعل المضارع هو الفعل الوحيد في الافعال اللي معرب يعني مرفوع منصوب مجزوم وبقيه الافعال كلها مبنيه. الفعل الامر مبني دائما. الفعل الماضي مبني دائما. والبناء بيريح لان البناء بيلزم الفعل حاله لا تتغير. انما الاعراب بقى المضارع جاء قبله اداه نصب منصوب. جاء قبله اداه جزم مجزوم. ما جاش قبله اداه نصب ولا اداه جزم. يبقى مرفوع فالمضارع زعل راح للنحاة علماء النحو قال لهم يا جدعان هو كل الافعال مبنيه وانا يعني هو انا قليل هو انا يا جماعه عمال اترفع واتنصب واتجسم ايه يا جماعه هو ما فيش حالتين بناء فالنحاة صعب عليهم الفعل المضارع وادوا له حالتين بناء بيقول لك يبنى المضارع اذا اتصلت به احدى النونين اصحى عشان دي مهمه في الامتحانات يبنى المضارع اذا اتصلت به احدى النونين نون النسوه ونون التوكيد ايه بقى موضوع كل مصر حفظ الجمله يقول لك المضارع بيتبنى لما يبقى فيه نون نسوه ولما يبقى فيه نون توكيد المضارع بيتبنى لما يبقى فيه نون نسوه ولما يبقى فيه نون توكيد كلام محترم نون نسوة يبنى على السكون نون التوكيد يبنى على الفتح بس بصراحه الكيد بخيبه لازم اعرف الفرق بين نون النسوه ونون التوكيد ده والنبي كله معايا ومركزين معايا نون النسوه يقول لك المضارع لما يتصل بنون النسوه المضارع لما يتصل بنون النسوه والنبي مصحصحين معايا ايه اللي يحصل لما يتصل بنون النسوه يبنى على السكون مركزين معايا ايوه انما لما يتصل بنون التوكيد ها يبنى على الفتح ايوه ما هو مش هيحط السكون والفتح في الامتحان انا عايز اعرف ايه الفرق بين نون النسوة ها وايه الفرق بين نون التوكيد صلى على رسول الله نون النسوة بيأتي قبلها جمع مؤنث سالم الباشا بيقول لك المؤمنات بيجتهدن في العبادة يجتهدن ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة انما لما اقول والله لا المؤمنات ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد شايفين نون التوكيد بيجي قبلها قصر والفعل متصل باللام قدامك اهو توكيد انما نون النسوه بيجي قبلها جمع مؤنث سالم زي ما انت شايف كده بالظبط كلام جميل وكلام زي الفل شايف اكتبوا لي يلا بناء الفعل المضارع لا كله مركز معاي بناء الفعل المضارع اكتب بقى. يبنى الفعل المضارع اذا اتصلت به احدى النونين ها نون النسوة ونون التوكيد ابدأوا لي بنون النسوة يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به إحدى النونين نون النسوة ونون التوكيد ابدأوا لي بنون النسوة نون النسوة يأتي قبلها جمع مؤنث سالم يأتي قبلها جمع مؤنث سالم وعندما تتصل بالمضارع يبنى على السكون أنا هنا بقول المؤمنات يجتهدن فعلاً فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة إنما نون التوكيد يأتي قبلها قسم وعندما تتصل بالمضارع يبنى على الفتح يبقى بيأتي قبلها قسم وعندما تتصل بالمضارع يبنى على الفتح كلام محترم طيب هجيب مثال اكتبولي كده يلا المثال ده وشوفولي ده نون نسوة ولا نون توكيد نون النسوة هتكتبه مضارع مبني على السكون نون التوكيد هتكتبه مضارع مبني على الفتح يلا لحظة كله بيكتب جاهزين يلا يلا اكتبوا المثال طالله لأكيدن أصنامكم ربنا في القرآن بيقول طالله لأكيدن أصنامكم حط خط على لأكيدن وعايز إعراب ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ولا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد؟ والنبي حد يقول لي ها؟ لا يا مستر. تالله ربنا بيقول عز وجل في القرآن الكريم تالله لأكيدن أصنامكم ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طب انتوا عرفتوا ان دي نون التوكيد ازاي؟ عشان تالله وعشان اللام اللي قبل الفعل وخلي بالك ممكن يجيب بيت شاعر في قسم مش لازم القسم يبقى والله وبالله وتالله خلي بالك ما يجيبش بيت شعر فيه قسم وفي مضارع فيه نون تبقى انت عارف ان المضارع ده مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد كلام جميل وكلام زي الفل بناء المضارع يا جماعه مهم بناء المضارع مهم يا اخوانا المضارع بيبنى في حالتين نون نسوة يبنى على السكون نون توكيد يبنى على الفتح نون النسوة دايما دايما مع المؤنث السالم قبلها اما نون التوكيد جاي قسم ودايما تفتكروا الايه ما تنسوهاش ابدا تالله لاكيدن اصنامكم كلام جميل لا رب اخ لك لم تلده امك ورب ضرات النافعة اللي جايبه بنك الاسئله اي حاجه بتيجي بعد رب بصوا لي رب ده حرف جر شبيه بالزائد حرف جر شبيه بالزائد وقد يحذف ساعات بيحذفوه ويسيبوا الواو بتاعته ويبقى دي الواو بتاعت رب المحذوفه اكتبوا كده ربا حرف جر شبيه بالزائد وبيجي بعده مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا الاعراب بعده مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا ورب اخ لك لم تلده امك اعربوا مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا جايبين في بنك الاسئله رب ضرات النافعه اه خلي بالك ان رب ممكن تحذف والله العظيم قالها لكم في الشرح ويسيب الواو في اول البيت زي وليل كَمَوْشِ البحر أرخص دوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل امرؤ القيس هي أصلها ولي ولا ورُبَّ ليل؟ ورُبَّ ليل هو ده دي الواو بتاعت رُبَّ المحذوفه يبقى اللي بيجي بعد رُبَّ رُبَّ حرف جر شبيه بالزائد اللي بيجي بعد رُبَّ بيعرب مبتدأ مرفوع ها لخبر لا اصحو مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلا اللي بيجي بعد رب بيعرب مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا كلام جميل لا كفى بالانسان رقيبا على نفسه عيب بقى عيب بقى الباء بتاعتي زائده في ثلاثه خبر واثنين فاعل خبر ليس وخبر ما وخبر كان المسبوقه بنفي او نهي وما كنت بمهمل واثنين فاعل فاعل كفى وفاعل افعل به فاعل كفى وفاعل افعل به بتاع التعجب اللي خدناه في سنه تانية كفى بالله شهيدا كفى بالانسان فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا اعظم بالمجتهد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا يبقى كفى بالانسان رقيبا على نفسه تعلموني لي بالانسان زي بيت الشعر اللي جابه بنك الاسئله كفى بالمرء يصنع مجده ولا كفى بالمرء اعربولي بالمرء مش لازم اقول كفى بالله اه قلت لك ما اجمل ان تكون كافيا بالله صح وان تكون مكتفيا بالله عز وجل عز وجل طبعا ولكن اما غير الكلمه احنا مش هنحفظ امثله يا جماعه اما قال لي كفى بالمرء يصنع مجده يبقى بالمرء على طول فاعل مجرور لفظا مرفوع محله وطبعا هنا عشان الباقي الايه الزائده إيه النحو أنا مش عايزك زي ما أنت شايف كده، إحنا بنفرم النحو كل الأفكار. النحو هو الفرع الوحيد المكبل فيه، ما يقدرش يعمل فيه حاجة. النحو أنا أقدر، يقدر 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 يرخم عليك جدا بمعنى كلمة، ويقولك لك اللغويات لثقافة الطالب. يقدر يجيب لك نوع صورة تشبيه ولا استعارة ولكنها صعبة. أقدر أعمل معاك كل حاجة، بس ما أقدرش أجيب قاعدة من خارج كتاب المدرسة. جاء اقدر اجيب سؤال جديد وهو بيشتغل نفسي هو بيشتغل عليك نفسي بالنحو طب يلا يا باشا من الاسئله الفنيه اللي عجبتني جدا 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 في الامتحانات اهو انما ها هو جاهل امتحان السودان من سنتين اه المستشاره جابت سؤال في امتحان السودان تحفه فنيه بالرغم ان هو سؤال فكرته سهله بس اول مره كنا نشوفه مش هقول لك بقى لا ده انا الوحيد اللي اديته في العالم العربي والإسلامي ما حصلش انما هو جاهل احذف ما واختر الجمله الصحيحه لما احذف ما فاقول ان هو جاهل ان هو جاهل في حاجه اسمها ان هو جاهل لا الضمير لازم يبقى متصل بان ما ينفعش اقول ان هو جاهل امال تبقى ايه حد يحلها لي ها انه جاهل لا فعلا يبقى لازم على طول على طول على طول اخلي الضمير متصل في ان يبقى اقول اختار الجمله الصحيحه انما هو جاهل لا طب ان هو جاهل لا امال ايه انه جاهل لا دي اللي انا هختارها يبقى هي دي الوحيده اللي اقدر اختارها طب يلا حلوا الجمله دي كده اكتبوا الجمله دي عليه على نفس المنوال ونفس الطريقه على نفس المنوال ونفس الطريقه انما هي متسرعه انما ها هي متسرعه احذف ما واعد كتابه الجمله صحيحه او ما انا أقول ايه ها ان هي متسرعه لا طبعا امال ايه انها متسرعه طب يلا يا باشا يبقى انها متسرعه تعال يحسد المضارع ده عايزك تختاره في جمله واجب التوكيد بالنون وجائز التوكيد بالنون في جمله تانية تختارها وممتنع التوكيد بالنون في جمله ثالثه بص يا حبيبي كان عندكوا درس في سنه ثانيه الحاجات اللي انتوا ما بتعرفوش تعلوها النحو القديم، هو ده النحو القديم اللي عندك في ثالثه وفي ثانيه، مفيش نحو قديم انت ما خدتوش، مفيش حاجه ما خدتهاش هتيجي في الامتحان في النحو، الناس انا كل اللي احنا بنعيبه على الكتب الخارجيه السنه دي، الكتب اثقلت جدا على الطلبه، الكتب خلت الطلبه نفسيتها في الارض، بينقي اصعب امثله، النظام الجديد مش معناه شوز القواعد هتروح تجيب كتاب نحو وتنزل كتاب نحو من الكتب بتاعت الكليات واحط لك اسوا امثله انت ممكن تشوفها في حياتك انما انا بجيب لك كل افكار الثانويه العامه بعض الناس متخيله ان هو ما يجيب امثله صعبه ما تتحلش قدام الطلب الطلبه مش عارفه تقرا الابيات الطالب مش عارف اللي تحته خط مش هقولك مش عارف اعرابه ايه مش عارف ده اسم ولا فعل دي مش شطاره الامتحان ما ينفعش يبقى كده وضع الامتحان مش هيطلع لسانه للناس، مش هيقول للناس انتوا كلكم هتسقطوا لا يا جماعه، لا ده امتحان ثانوية عامة يا جماعة، امتحان ثانوية عامة ده مستقبل جيل كامل، الامتحان مش كده خالص، مش بنفس الصعوبات اللي أنت شايفها، والدليل أما رحتوا امتحان الأحياء مثلا في التجريبي الامتحان اللي, امتحن اللي أنتوا امتحنتوه بتاع الأحياء النهاردة ولا امبارح فقلت ان الامتحان كان فيه افكار حلوه بس احنا حلينا قعدتوا تحلوا ساعه واتنين ايوه غير الامتحانات الاولانيه اللي كان هزار بيهزر فخلي بالك من النقطه دي عندك فعل اسمه توكيد الفعل المضارع درس اسف اسمه توكيد الفعل المضارع بالنون ايه موضوع التوكيد زمان في الامتحانات المقاليه كان يجيب لك يعطي ويقول لك خلي المضارع واجب التوكيد وجائز التوكيد وممتنع التوكيد دلوقتي انت بتختار عارف يعني ايه مضارع واجب التوكيد بالنون يعني في نون والله ليعطينا يلا اكتبوا الواجب تجيب لي والله واللام قبل الفعل والنوم بعد الفعل ده اسمه واجب التوكيد بالنوم والله لا يعطينا والله لا ينفقنا اه هو ده واجب التوكيد مجرد اللي انت تجيب والله في الاول وتخلي اللام شبكه في المضارع من قبله والنوم بعده ده اسمه واجب التوكيد بالنوم صح يبقى ده معروف ده اسمه واجب التوكيد بالنوم طب ايه كمان يا مستر ما فيش الواجب هو حاله واحده طب كلمه والله واللام قبل الفعل والنون بعد الفعل انا لسه شايفها دي ما هو ده نون التوكيد اصلا ما هي دي نون التوكيد اللي انت كنت بتخلي المضارع مبني على الفتح فيه يبقى لما اقول لك المضارع المضارع عندما يكون المضارع عندما يكون واجب التوكيد بالنون المضارع عندما يكون واجب التوكيد بالنون تكون الجمله الصحيحه تختاروا لي جمله فيها قسم واللام شبكة في الفعل قبله والنون بعده ادي كده الواجب تختار الجمله دي طب الجائز الجائز ما كانش فيه قصر هل وليت ولعل ولا النهايه اجيب قبله طلب بس مره بالنون او مره من غير النون عشان جائز التوكيد بص 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 هل يعطينا الغني للفقير ده جائز التوكيد وممكن يجيبها في الجمله هل يعطي الغني للفقير مره بالنون ومره من غير النون براحته حسب مزاجه لانه جائز التوكيد بالنون بس لازم تعرفوا ان الجائز اجيب قبله استفهام اجيب قبله تمني اجيب قبله ترجي اجيب قبله نهي اه بس ما ينفعش اجيب والله ما فيش والله ليت يعطينا وليت يعطي لعل يعطينا ولعل يعطي ده اسمه جائز التوكيد بالنون شايف يبقى ما اقول لك الجمله الصحيحه عندما يكون المضارع جائز التوكيد بالنون هل يعطينا صح طب هل يعطي؟ صح طب ليه؟ ما هو الجائز مره يتكتب بنون وممكن يكتب من غير نون عشان اسمه جائز التوكيد بالنون ليت يعطينا وليت يعطي لا لا تعطينا ولا تعطي الا من يستحق لا تعطينا ولا تعطي نهي نهي ده جائز التوكيد بالنون شايف؟ لعل تعطينا ولعل تعطي ده اسمه جائز التوكيد بالنون مره بالنون ومره من غير النون ده اسمه جائز ممكن يستخدم لام الامر آه لتعطينا ولتعطي ده اسمه جائز يبقى الطلب الطلب الانشائي الانشائي لو سبق بحاجه من الانشائي ده هو ده اسمه جائز التوكيد بالنون بس انا عايز اعرفك ان جائز التوكيد بالنون ممكن يتحط له نون في الاختيارات وممكن ما يتحطلوش نون ليه؟ عشان اسمه مضارع جائز التوكيد بالنون صح انما الواجب لا ده الواجب لازم قسم ولازم اللام قبل الفعل والنون بعد الفعل وده ما فيهوش هزار ده اسمه واجب التوكيد بالنون ده ما فيهوش لعب وما فيهوش هزار صح مشكلتي معاكم بقى في الممتنع يا جماعه قبل ما اديك امثله الممتنع واخليك تعرف تختارها صح ده اسمه فعل مضارع ممتنع التوكيد بالنون عارفين يعني ايه فعل مضارع ممتنع التوكيد بالنون يعني ما تحطلوش نون فعل مضارع ممتنع التوكيد بالنون يعني ما تحطلوش نون فعل مضارع ممتنع التوكيد بالنون يعني ما تحطلوش نون ما ينفعش احطله اصلا نون هو ده يا جماعه ده اسمه ممتنع التوكيد بالنون يبقى ما ينفعش يتحط له تفصل بين الفعل واللم بالسن او سوف والله ده في قسم لا سوف يعطي او والله لا سيعطي مشكلتكم بقى بتختاروا ايه في الاختيارات هو بيوقعك يقول والله لا سوف يعطينا هي الجمله صح بس النون غلط لان اسمه ممتنع التوكيد بالنون هو فصل بين الفعل واللام بسوف او يقول لك والله لا سيعطي ما ينفعش والله لا سيعطي لان اسمه ممتنع التوكيد بالنون ممتنع التوكيد بالنون ممتنع التوكيد بالنون فوقه معاه الكلام ايوه يبقى والله لا يعطي او والله لا سيعطي او والله لا يعطي خلي اللام شبكه فيه بس حط كلمه الان والله لا يعطي الغني للفقير والله لا يعطي الغني للفقير الآن خليته يدل على الحال بس مش الاستقبال، ده ممتنع التوكيد بالنوم، شوف الممتنع فاضل له حاجات كتيرة خالص، حاجات كتيرة خالص، طب إيه كمان؟ ممكن أقول والله لا يعطي، منفي، المنفي يمتنع التوكيد بالنوم، بصوا، حتوها من الأول، الواجب والله ليعطينا، على فكرة دي مش والله لا يعطيان، ليعطينا اللي هي كانت بتاعة نون التوكيد، ده اسمه واجب التوكيد بالنوم طب لو قلت لك هل يعطينا او هل يعطي ليت يعطينا او ليت يعطي لعل تعطينا ولعل تعطي لا تعطينا او لا تعطي ده اسمه جائز التوكيد بالنون والجائز زي ما انت شايف مره اكتبه بنون ومره اكتبه من غير نون نا. شايف مره بالنون ومره من غير النون براحتي حسب ما هو حاطه في الاختيارات الممتنع ابوز دماغك واحد واحد ما تحطلوش نون الممتنع ما ينفعش يتحط له نون فقول والله لسوف يعطي صح ده صح ده ممتنع التوكيد بالنون وفصل بين الفعل واللام بسوف او اقول والله لسيعطي، ده صح فصل بين الفعل واللام بالسين السين وسوف اسمها التسويف او اقول والله ليعطي الان اسيب اللام شبكه فيه قبله بس احط الان او اقول والله ها لا يعطي نافية نافية يبقى برضو ده ممتنع التوكيد ركزوا في الكلام ده كويس جدا طب يلا انا كده عرفت الواجب والجائز والممتنع اسعى في الخير اكد الفعل بالنوم هتجيب لك جمله يقول لك اختار التوكيد بص يا حبيبي ده فعل امر الفعل الامر يؤكد بالنوم مطلقا يعني من غير شروط انفق على الفقراء فتقول انفقنا على الفقراء صح شايف؟ يبقى اي فعل امر اي فعل امر مجرد انك تحط له نون بس ده في لعبه بقى ده العله محذوفه اسع ما تقولش سعين لا اسعينا في الحق شايف انت لازم تقول ايه؟ لازم ترجع العله المحذوفه لازم ترجع العله المحذوفه اه ما اقولش اقض فتقولي لي اقضن رجع العله ادع ادعن لا رجع العلة ادعونا اه الى الخير شايف يبقى لازم الامر الامر يؤكد بالنون مطلقه كلمة يؤكد بالنوم مطلقا يعني من غير شروط بس هو هنا ما فيش حد سالك أبدا هنا في المثال مش هيجيب لك يقول لك اشرب فتقول له اشربنا الماء وانفق انفقنا على الفقراء ما هو الأمر ما يبقى كده حط له وخلاص اختار أمر في نون واعرف إن ده جائز التوكيد آه يعني إيه يجوز توكيده الأمر جائز التوكيد إنما هو جايب لك أمر العلة محذوفة ما يجيب ليش اسعى وادعو واقضي واقوم حاطط له نون رجعوا لي العله المحذوفه وحط النون فاقول اسعينا في الخير فعلا اسعينا في الخير انت كده اكدته بالنون رجعت العله واكدت بالنون شايف طب الفعل الماضي يا مستر الفعل الماضي لا يؤكد بالنون مطلقا ما, يتاكدش اصلا الفعل الماضي ما بيتاكدش ما هانا تقول لي هانا لا 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 شرب شربن اوعى تعمل كده الفعل الماضي لا يؤكد بالنون ما ينفعش يتاكد بالنون المضارع والامر بس هما اللي بتاكده بس المضارع واخد نصيب الاسد واجب وجائز وممتنع انما الامر يجوز توكيده بالنون مطلقا انا هطلع فاصل وهرجع لكم تاني يلا بينا ورجعت لكم بعد الفاصل معلش محاضره طويله عشان انتوا بس عشان انتوا وزعلانين تقول لي الاونلاين انا معاك في الاونلاين معاك للاخر خالص فعشان انتوا بس فانا هطول معاكم براحتي بقى في المحاضرات دول يعني للصبح محاضره النحو بالذات براحتنا خالص فاضل فكره وفكره مهمه جدا كان المعلمون مشفقين على طلابه جملة صحيحة 100% المطلوب اختر الجملة الصحيحة عندما تضع أو شكأ أوشك بتعمل عمل كان بس أوشك لازم خبرها يبقى جمله فعليه بس عسى أوشك ظروفهم إيه مع أن يكسر لازم أحط أن أوشك المعلمون طب أنا هقول جمل وأنتوا اختاروا ماشي الجمله الصحيحه أنا هقول أنا هشتغل بقى ميز الجمله الصحيحه أنا هحط أوشك وأنتوا اختاروا كده أوشك المعلمين مشفقون على طلابه تنفع لا ما تنفعش طب ليه يا جماعه عشان تغيرت تعمل اوشك اصلا ايه اوشك المعلمين ده لازم اوشك المعلمون طيب يبقى الجمله الاولى ما تبعتش الثانيه اوشك المعلمون مشفقين على طلابه حطيت اوشكه بس ما عملتش حاجه غلط لازم الخبر يجي جمله فعليه طب الثالثه اوشك المعلمون يشفقون على طلابهم غلط ما ينفعش يشفقون ليه يا جماعة ما الخبر جملة فعلية عسى وأوشك بيكسر في خبرها أن عسى وأوشك بيكسر في خبرها أن طيب الجملة الرابعة أوشك المعلمون أن يشفقوا على طلابهم جملة صحيحة هي دي هي دي اللي على العين والنني طب أنا قلت أن يشفقوا ليه لازم أقول مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون ما ينفعش اقول او ممكن من الجمل الخاطئه برضو اللي يحطها يقول لي او المعلمون ان يشفقون فانت طبعا تشوف ان وتشوف يشفقون مضارع تقول بس هو ده هو ده الشغل لا يا باشا لا يا باشا ده انت لازم تحذف النون لان ده مضارع فعل من الافعال الخمسه والافعال الخمسه بتنصب بحذف النون زي ما كنت بقول في الشرح لن تنالوا البر اه لن تنالوا البرة آه لن تنالوا البر اه له فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون يبقى ده فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه حذف النون يبقى الجمله الصحيحه او شكل المعلمون ان يشفقوا على طلابه او شكل المعلمون ان يشفقوا على طلابه طب خدوا جمله كمان خدوا جمله كمان حرى المصريون دي صوب الخطأ انا بحب صوب الخطا عشان النظام الجديد بحب قوي النظام الجديد بحس ان هو بيشغلنا وبيفهمكم القاعده بسرعه حرى من اخوات كذا المصريون يؤدون عملهم حرى المصريون يؤدون عملهم حد يصوب الخطا صوب الخطا حرى المصريون يؤدون عملهم اه لا هي حرى المصريون ها أن يؤدوا عملهم صح حرى المصريون أن يؤدوا عملهم طب ليه يا مستر؟ هو قال المصريون صح اسم حرى مرفوع بالواو عشان جمع مذكر سالم وقال يؤدون يؤدون فعلا صح عشان خبر جملة فعلية بس ما حطش أن ولما أحط أن لازم يؤدون يبقى فعلا مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون كلام صح وكلام جميل وكلام محترم يا رب أكون قدرت أجمع لك كل أسئلة النحو وكل الافكار اللي انتوا عاوزينها انا عاوز كل الناس الفتره اللي جايه دي احنا مورناش حاجه انا قلت لك هشتغل لحد يوم 27 و28 يعني اخر مكان هنزله اخر مكان هكون موجود فيه تقريبا آآ آآ اعتقد الفيوم هكون في اخر مكان في الفيوم لاني عندي سوهاج في ليله الامتحان وعندي انا لسه فمن يوم 28 29 ببدا اصور اول عرض ليكم هيكون 3 7 اعتقد حجز مراجعات ليله الامتحان هتبدا من 25/6 وهعلن على الصفحه واول عرض ليكو هيبقى يوم 3/7 يوم 3/7 محاضره يوم 4/7 محاضره يوم 5/7 محاضره يوم 6/7 محاضره ليله الامتحان هتبقى اربع ليالي او خمس ليالي لسه ما حددتش بالظبط حسب الكم اللي انا هشرحه اهم محاضرات هتبقى محاضرات مراجعه ليله الامتحان عايز كل الناس مركزه وانا بقول لكم احنا حالينا كتير جدا في المراجعه النهائيه شهر أربعة وشهر خمسة عدوا الأسئلة اللي انتوا حلتوها بتاعت الأدب وبتاعت البلاغة وبتاعت النصوص المتحررة وانت تعرف انت حليت قد ايه. أنا عاوز الشهر بتاع ستة الأربع محاضرات ده هم اللي احنا شغالين فيهم مع الأربع محاضرات بتوع خمسة مع الأربع محاضرات بتوع أربعة 12 محاضرة قبل ما تدخل في مراجعة ليلة الامتحان وقبل ما تشوف محاضرة في ليلة الامتحان لازم تكون ظابط الأربع محاضرات. او الثلاث شهور اللي هم ال 12 محاضره ظبطت ال 12 محاضره مع مراجعات ليله الامتحان هتدخل الامتحان ان شاء الله ان شاء الله لان احنا تعبنا في المراجعات انت شفت الحصه كانت 90 دقيقه النهارده الحصه 125 دقيقه ولا 130 دقيقه يعني حصه ساعتين وربع ولسه وحصص ليله الامتحان هتكون اطول من كده فانا عايز كل الناس تظبط الاداء وكل الناس تركز وان شاء الله ان شاء الله هتخشوا تعملوا كل اللي نفسك فيه. مفيش تعجيز في الامتحانات. مفيش تعقيد في الامتحانات. أنا قلت امتحان الثانوية العامة ما ينفعش يطلع لسانه للناس. يعني الامتحان ما ينفعش الامتحان يقوم مطلع لسانه للناس ويقول للناس مصر كلها هتسقط، مصر كلها مش هتجيب مجموع، مصر كلها مش هتجيب درجات. يا جماعة ما ينفعش. كل اللي بيديك طاقة سلبية فكك منه خالص. وكل الكتب اللي انت شايف فيها افكار فولاذيه انت مش بتعمل رساله دكتوراه وبرضه مش لدرجه اجيب منهج قديم واقعد اعمل اختيارات زي ما بعض الناس عملت وتبهدلهم في المراجعات انت شفت المراجعه النهائيه احنا ما قربناش لنص في المنهج ما قربناش لسؤال ادب من المنهج في المراجعات النهائيه اللي انا عملتها معاكم في شهر اربعه وشهر خمسه الثمان محاضرات دول ثمان محاضرات بما يرضي الله ورسوله يعني ايه محاضرات بما يرضي الله ورسوله محاضره فيها كل الافكار جديده كل الاسئله جديده ما روحناش لنص وجبناه ده اشتغلناه ما نص على السبوره غربه وحنين ولا المساء ولا ولا اي نص من النصوص اللي عندكم ولا اهواك يا وطني وقعدت اشتغلت فيه وقلت لك اصل احنا هنتدرب زي ما الناس عملت ايه على المتحرر فيه لا ما حصلش ما حصلش الكلام ده ابدا اتنا. فعشان كده احنا مطمنين وعملنا مجهود ولسه هعمل مجهود وعمري ما هسيب الناس بتوع الاونلاين لحد باب اللجنه عشان بعض الناس تقولك يعني انت هتسيبنا في ليله الامتحان والله ما هيحصل لو هيدوني بره بالدولار مش هسيبكم في ليله الامتحان انا معاكم في ليله الامتحان لحد الامتحان خلاص سعدت كثيرا بلقائكم والى اللقاء في المحاضره القادمه من شهر يونيو